مبروك علينا النادي الأهلي، مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، مبروك لكل مجلس إدارة النادي الأهلي، كل اللاعبين والإدارة الفنية، مبروك علينا النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في المربع الذهبي لكأس العالم للأندية. الحقيقة دايما الأهلي بيفرحنا، ودايما ما بيفرحناش احنا بس كأهلاوية، أعتقد كمان يعني بيفرح كل المصريين. النادي الأهلي دايما رافع راية ناديه، دايما رافع راية بلده. النادي الأهلي دلوقتي حتى بعد خسارة الوداد بنقول له هارد لك ومبروك لنادي الهلال، هو الممثل العربي والممثل الأفريقي لقارة أفريقيا وعلى مستوى العرب لكأس العالم للأندية. الحقيقة كلنا فخورين جدا، وكل يوم وكل أسبوع بطلع أقول إن احنا فخورين بهذا الكيان الكبير. النهاردة فرحنا كتير جدا ولسه هنفرح، ولكن كمان يعني أنا على المستوى الشخصي كابتن إسلام كنت دايما بقول يعني أمنيتي إن شاء الله إن احنا نشوف النادي الأهلي أمام ريال مدريد، لأن مباراة هتكون مباراة للتاريخ. ودايما متعودين النادي الأهلي زي ما قابل العملاق الألماني بايرن ميونخ، لنا لقاء بشكل رسمي أمام كمان عملاق الكرة الأوروبية وبطل أوروبا ريال مدريد. الحقيقة اللي بنشوفه من النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، ومش بس على مستوى مصر، لا كمان على المستوى العالمي. الحقيقة أيه. النادي الأهلي زي ما بنتكلم كابتن إسلام، هو دايما هو رافع راية ناديه، راية بلده، واسم مصر بدأ يتردد كمان على مستوى العالم. على مستوى العالم ما فيش شك، كل الوسائل الإعلام الرياضية العالمية بتذكر اسم النادي الأهلي وجنبيه النادي الأهلي المصري. حقيقي. وده الحقيقة شرف كبير جدا. طيب. وده الرسالة الكبيرة اللي بيقدمها النادي الأهلي الحقيقة لبلده، لناديه، إن دايما رافع راية النادي الأهلي في كل مكان، ورافع كمان راية مصر في كل مكان يا كابتن. وبما ان حضرتك بتتكلم بهذا الشكل يا كابتن هاني، دي حقيقه، لانه النادي الاهلي يظل دائما هو اللي بيرفع اسم مصر في كل المحافل الدوليه. صحيح. بشكل ايجابي، خلي بالك، لانه دايما في شكل سلبي طبيعي مش هنتكلم فيه دلوقتي، لكن هنتكلم دايما في هذا الامر. يعني لسه صفحه نادي سياتل ساوندرز الامريكي كاتبين على صفحتهم الرسميه: كان شرفا لنا، أو كان شرفا لي أن ألعب مع النادي الأهلي في أولى مباراة لنا في كأس العالم للأندية، حظا سعيدا في باقي الطريق. ده بيدل على الكلام اللي حضرتك بتقوله. دلوقتي أنت أمريكا بيتكلموا عنك، وفي أوروبا دلوقتي هيبتدوا يتكلموا عنك. وبالمناسبة خليني أعلن لحضراتكم شيء مهم جدا جدا على قناة النادي الأهلي، أو حصل خلال الفترة اللي فاتت. خلال الفترة اللي فاتت يا كابتن هاني تواصلنا مع قناة ريال مدريد، إدارة القناة هنا تواصلنا مع قناة ريال مدريد عن طريق زميلنا عمر البنوبي، وتوصلنا لاتفاق أنه كل ما يخص نادي ريال مدريد منذ لحظة وصوله للمغرب هيكون هناك تبادل للفيديوهات، أو تبادل لكواليس ما يحدث منذ تولي أو منذ وصول نادي ريال مدريد إلى كأس العالم أو إلى المغرب حتى يصل إلى المباراة. لو كمل يعني كده نادي ريال مدريد هيلعب مباراتين، فإحنا النادي الأهلي ونادي ريال مدريد القناتين اتفقا على تعاون مشترك حتى المباراة النهائية. احنا هننقل لهم او هندي لهم كل كواليس ما يحدث في النادي الاهلي. طبعا الكواليس اللي احنا بنعرضها لحضراتكم كواليس التدريب، يعني مش كواليس اخرى، مش هنديهم اسرارنا، يعني هي كواليس التدريب هنديها لهم وهم هيدونا كواليس المباريات والتدريب. يعني ده كمان على مستوى زي ما بنقول على مستوى انتشار، واسم النادي الاهلي اصبح اسم عالمي على مستوى ريال مدريد. ما ادراك ما محب ريال مدريد في العالم كله لما كمان يشوف كواليس النادي الاهلي من بدايه يعني قدوم ريال مدريد الى المغرب، والصوره الجميله ان شاء الله اللي نقلها كمان النادي الاهلي من خلال مباراته الكبيره امام ريال مدريد. كل ده بعيدا بقى عن الفنيات، وبعيدا عن احنا بنتكلم في قصص على مستوى الصوره، على مستوى الشرف الكبير اللي بيقدمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بنقل صوره لفريق محترف، لفريق كبير عنده خبرات، بقى اسم النادي الاهلي ترند عالمي على مستوى العالم كله. النادي الاهلي بيتكلم على مستوى اوروبا وعلى مستوى العالم كمان، النادي الاهلي اسمه موجود بشكل اكتر من رائع. الحقيقه يا كابتن لما تواصلنا النادي ريال مدريد رحب تماما بهذه الشراكه،
وقناة النادي يعني رحبت بقناة النادي الأهلي، والتعاون المشترك اللي هيحصل ما بيننا وما بينهم حتى المباراة النهائية إن شاء الله تجدوا كواليس كل ما يحدث كالعادة هنا على شاشة قناة النادي الأهلي فيما يخص النادي الأهلي، وأيضا ابتداء من يوم 6 يعني إحنا من أوائل الناس اللي عارفة إن نادي ريال مدريد هيوصل يوم 6 صحيح. يعني من أول حلقة أنا قلت إن هم هيوصلوا يوم 6، ما كانش حد لسه يعرف هذا الأمر، ولكن نادي ريال مدريد هيصل إلى المغرب إن شاء الله يوم 6 فبراير. ابتداء من يوم 6 فبراير حضرتك كمشاهد لقناة النادي الأهلي تقدر، أو محب للنادي الأهلي تقدر تشوف كواليس النادي الأهلي، ده موجود طبعا، بس خلي بال حضراتكم كواليس النادي الأهلي هتشوفها، ممكن تشوفها على قناة النادي الأهلي وتشوفها على قناة ريال مدريد، مش هتشوفها في حتة تانية يعني، وكواليس ريال مدريد هتشوفها على كواليس على قناة ريال مدريد وعلى قناة النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة القادمة أو ابتداء من يوم 6 حتى المباراة النهائية، مهما كانت الفرق بقى ومهما كانت إن شاء الله نتمنى أن يكون النادي الأهلي هو اللي في المباراة النهائية، ولكن بما أن الكابتن هاني فتح الكلام النهاردة على أن احنا خلاص هنلعب المباراة أو القبل النهائية ما بين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في أوروبا، هو ده اللي احنا نتكلم فيه، وهو ده اللي احنا دايما انا مسميه ما بين قوسين كده لقاء العمالقه الحقيقه. حتى على مستوى البطولات القاريه اللي حصل عليها ريال مدريد والنادي الاهلي في سباق محموم كده ما بين الناديين الكبار ما بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد لاكثر الانديه حصولا على الالقاب والبطولات، وبالتالي هو لقاء تاريخي، لقاء تاريخي مميز جدا. و كابتن اسلام دايما يعني بعد الماتش دايما الناس بتبعت لي رسائل، طيب هنقدر يا كابتن يعني هنقدر نعمل حاجه، هنقدر نوصل للنهائي؟ اكيد المباراه صعبه يعني، اكيد المباراه صعبه، ولكن مفيش حاجه مستحيله طبعا في كره القدم يعني. دي طبعا دي طبعا نادي سياتل اللي طلع التويته ديت ويقول طبعا كان من الشرف ان احنا نلعب قدام النادي الاهلي، اول فريق في كان اول مباراه ليهم في طبعا كاس العالم للانديه، وبالتالي كمان بيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم الصوره اللي بيمثلها او اللي يبرزها النادي الاهلي على مستوى العالم هنتابعها كمان انا وانت اسلام من خلال كمان عندنا الصحف العالميه قالت ايه عن مباراه النادي الاهلي وسياتل، ودي ده المهم طبعا. النتيجه مهمه والاداء مهم والفنيات، لكن صوره مصر كمان. هتكلم معاك في موضوع الفنيات ده لان انا الحقيقه عندي كلام كتير جدا فيما يخص هذا الامر، وعايز برضو اعرف راي حضرتك يعني بما انك واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي في مصر اللي يقدروا يقولوا لنا ايه اللي بيحصل. لانه قبل ما اتكلم عن هذا الامر يا كابتن هاني، طيب عشان بيني وبينك عايز اتكلم براحتي في هذا الامر أوكي. ونقدر نتكلم فنيا، لو حضرتك ابدا انا بالكلام عن صحيفه اس الاسبانيه. ماشي طبعا الصحف الاسبانيه، اتفضل يا كابتن. طيب ابدا بصحيفه اس اكبر الصحف الاسبانيه بتقول في عنوانها الاهلي يواجه ريال مدريد، فاز المصريون على سياتل ساوندرز بهدف افشه في الدقيقة 88 ويلعبون نصف النهائي أمام ريال مدريد مساء الأربعاء. أيضا في تفاصيل التقرير بقى لما تيجي تقرأ الموضوع كله هتعرف أن هم بيتكلموا عن أن إنشيلوتي بيتابع البطولة وهيبدأ شغل على مباراة الأهلي من بكرة بعد مباراة مايوركا. بكرة كابتن إن شاء الله نادي ريال مدريد عنده مباراة، وده اللي اتسأل عليه إنشيلوتي، بيسألوه عن طبعا عن مباراة النادي الأهلي، ويمكن هو قال في المؤتمر الصحفي انا طبعا مهتم جدا بهذه البطوله، ولكن انا دلوقتي بستعد بشكل اساسي لمباراه مايوركا وهتابع النادي الاهلي بعد هذه المباراه، واكيد هو بتابع النادي الاهلي بشكل كبير لان الوقت هيبقى قصير جدا جدا لو في متابعه، لكن هم متابعين النادي الاهلي من فتره وبتابعوه اكيد من سواء التقارير الفنيه وتسجيل المباريات علشان انشيلوتي كمان يشوف الشكل الفني اللي هيلعب بيه قدام النادي الاهلي. ايضا الصحيفه في التقرير داخل التقرير بتتكلم عن ان دخول محمد شريف ادى لتنشيط الفراعنه النادي الاهلي طبعا الفراعنه، وان قفشه سجل هدف ذهبي في الدقيقه 88. الحقيقه عايز برضو اقول لحضراتكم بصوا شوفوا الصحيفه الاسبانيه بتقول ايه، بتقول ان النادي الاهلي او بتقول الفراعنه بتقول المصريين، وهو ده كان بدايه كلام الكابتن هاني في هذا الامر، هي دي الصوره اللي النادي الاهلي بيصدرها عن مصر وعن الرياضه المصريه في العالم كله خلينا نروح نروح كمان لانجلترا، صحيفه ديلي ميل الانجليزيه اللي كان عنوانها حصره بامتياز لفريق سياتل الامريكي سببها
الخصوم المصريين بفوزهم في الدقيقة 88 ليتقدموا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. طبعا حتى على مستوى انجلترا كل العالم بيقول لحضراتكم الصحف العالمية الكبرى بتتابع هذه البطولة على مستوى انجلترا زي ما بقول لحضراتكم تاني اسم مصر، تاني بتتقال اسم مصر النادي الأهلي والمصريين، وده زي ما بقول لحضراتكم بجانب النواحي الفنية والبطولات، لكن دي كمان أنا في رأيي بطولة تحسب للنادي الأهلي، بطولة كبيرة جدا جدا إنه هذه الصورة المميزة اللي بينقلها النادي الأهلي عن مصر وعن الكرة المصرية وعن الرياضة المصرية بينقلها للعالم كله بشكل أكتر من رائع، وده اللي شفناه وهنشوفه خلال كمان الفترة اللي جاية بإذن الله في استعدادات وعناوين الصحف العالمية للاستعداد للمباراة إن شاء الله يوم الأربعاء ما بين النادي الأهلي وريال مدريد. طيب موقع مدريد يونيفرسال واللي قال رسميا ريال مدريد سيواجه النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بيقول أيضا أن ريال مدريد أصبح على موعد مع عملاق الكرة المصرية والإفريقية النادي الأهلي. ده كلام أحد كبير. المواقع الكبيرة في أسبانيا كابتن هاني، مش صحيح. كلام بقى هاني رمزي ولا أنا آسف يعني كابتن هاني رمزي صحيح. ولا يعني كابتن مش كلامنا احنا جوه انا جوه لا بعض لا. يعني ده كلام بقى إيه؟ احنا بنتكلم على مستوى، بنتكلم على مستوى انجلترا، بنتكلم على مستوى اسبانيا، وكمان على مستوى فرنسا. فرنسا جريد فرنسا او موقع فرنسا 24 وقال العنوان الفوز المتأخر عن طريق أفشة يصنع نصف نهائي بين النادي الأهلي وريال مدريد. طيب أيضا موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال عنوانه النادي الأهلي يلتقي مع ريال مدريد بعد الفوز على سياتل بهدف مقابل لا شيء. يا كابتن هاني كمان موقع MLS ده في طبعا الدوري الأمريكي بيقول أن الأهلي يقصي سياتل بحسرة من كأس العالم للأندية على مستوى العالم. بنتكلم على أوروبا، بنتكلم على أمريكا ودول بحجم أسبانيا، بحجم بريطانيا، بحجم فرنسا، بتتكلم على النادي الأهلي ووصوله لمباراة تاريخية ما بينه وما بين ريال مدريد. طيب بما أننا بنتكلم عن كل هذه الأمور، الحقيقة خلينا نطلع المغرب سريعا يا كابتن نشوف برضو بعض اللقاءات، وهنشوف فرحة عندنا النهاردة لقاءات كثيرة جدا جدا، تابعونا لغاية آخر حلقة النهاردة الأهلي في المونديال، لأن احنا طول الحلقة الحقيقة هنوري حضراتكم إيه اللي بيحصل هناك في المغرب مع عدد كبير من اللقاءات اللي عاملها زمايلنا سواء كريم أحمد أو مجموعة العمل اللي موجودة هناك الحقيقة لقناة النادي الأهلي اللي عاملين شغل رائع جدا جدا في اللي بيحصل. خلينا نطلع نشوف كابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح ماذا قالوا، معاهم حد تاني ومعاهم بعض اعضاء مجلس الاداره، يعني حاجه كده مجمعه كابتن. لما وفرحه حلوه، لما والفرحه حلوه ان شاء الله نشوفها صوره كامله من المغرب، نشوف ونرجع مع حضراتكم. بنجدد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد هنقول كلمه في البدايه، المجد المتكرر فقط ستشاهده في النادي الاهلي، روح واخلاص وشخصيه واداء كبير جدا الحقيقه من الاداره الفنيه ومن لاعبي النادي الاهلي، امور عديده جدا الحقيقه هنتكلم فيها طبعا مع القيمه الكبيره جدا وكابتننا طبعا الكابتن محسن صالح اللي برحب بيه في البدايه. وشك حلو دايما يا كابتن محسن، مبروك، مجهود كبير جدا الحقيقه، تحضير اداري على اعلى مستوى، تحضير فني، روح للعيبه، اصرار، الاجواء شايفها ازاي من البدايه، خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله نقدر نوصل بعيد جدا يا كابتن محسن، الف مبروك لي. معلش مش وش حلو، ده مش النادي الاهلي حلو عليا انا. احنا كلنا يعني بنفتخر ان احنا كلنا اهلاويه الحمد لله، وسعداء جدا بالانجازات التي تتحقق. احنا النهارده الماتش اللي فات مع قاره، والنهارده مع قاره، والمباراه اللي جايه مع قاره، فان شاء الله نكون نحقق النتيجه المضمونه او المأمونه، ويبقى فوز له ثمن كبير يعني. الحمد لله حتى الان نسير بشكل جيد ووفق الخطه الموضوعه والامال اللي عند الاهلاويه كلهم، ونامل ان شاء الله ان احنا نحقق المزيد في المباراه الفصلة أو المباراة الكبيرة اللي جاية مع ريال مدريد. بشكر كولر طبعا على ذكائه وتعامله مع المباراة بطريقة فنية مرضية، شوط لاستهلاك الطاقة وشوط للسيطرة والفوز، ده أسلوب كولر في هذه المباراة. بشكر اللاعبين على الجهد اللي بذلوه، وطبعا أنا بشكر كل المصريين اللي جم ورا الفريق هنا واللي متابعين في التلفزيون وفي بلدنا الحبيبة مصر، وبنأمل إن شاء الله أنه نكون أداءنا مشرف وقوي وجيد ومقنع
في المباراة القادمة إن شاء الله. رسالة لكل جمهور النادي الأهلي اللي حرص الحقيقة أنه يكون متواجد ورا فريق النادي الأهلي، وأيضا كمان رسالة لأشقائنا المغاربة لأن قدموا رسالة مهمة جدا في المباراة الأولى وأيضا كمان في المباراة الثانية يا كابتن مصطفى. يعني طبعا أنا بشكر جمهور الأهلي اللي في التواجد في القاهرة أو في مصر عموما في كل القرى وكل المدن، والموجود بره، وفي جالية كبيرة جدا من المصريين المقيمين في الخارج. تفاجئت ان هم موجودين معانا هنا حتى في الفندق وجايين مخصوص عشان يشجعوا النادي الاهلي، يعني جهد كبير وحب كبير. نتمنى ان احنا نرضيهم بالاداء والنتائج المأمولة سواء في مصر داخل مصر وخارج مصر، وبنأمل ان شاء الله طبعا ان احنا نحقق كل الاهداف المطلوبة مننا كمجلس إدارة. واسمح لي ان انا اشكر مجلس الإدارة على هذا التخطيط الجيد اللي بنسير به، وهذه المؤازرة وهذه التضحيات الكبيرة اللي بيأدوها للفريق والجماهير، وكلنا بنشتغل لإرضاء الجماهير. شكرا جدا كابتن مصطفى، ألف مبروك، ألف مبروك، كل الشكر ليك. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير الحقيقة القيمة الكبيرة جدا الكابتن محسن صالح، روح كبيرة جدا الكل على قلب رجل واحد، هي دي الروح الكبيرة. أنا معاك كمان بقى القيمة الكبيرة جدا المعسكر خالد مرتجي، يعني وش السعد وكل حاجة تلاقيها بنظام في المعسكر فريق النادي الأهلي، عشان كده النجاح بيكون في 90 دقيقة. خالد بيه مبروك، روح وشخصية وترتيب إداري على أعلى مستوى، لعيبة رجالة. هنوصل لأول مباراة رسمية أمام فريق كبير جدا ريال مدريد، تحسب ليك ومجلس الإدارة وتحسب للجهاز الفني واللاعبين. مبروك يا خالد بيه. مبروك لجماهير الأهلوية، ده النادي الأهلي يا جماعة، النادي الأهلي بناسه بجماهيره بإدارته بلاعيبته المحترمة بجهازه الفني اللي على أعلى مستوى، هو ده اللي بيجعل الشعب المصري كله والأهلوية خاصة بيبقوا مبسوطين. اللعيبة دي رجالة، جهاز رجالة، إدارة الحمد لله موفرة كل حاجة للفرقة علشان في الآخر يسعد الجمهور المصري، وإحنا عارفين قد إيه النادي الأهلي بيسعد الجمهور المصري، واللعيبة دي عارفة قد إيه والحمل اللي عليها عشان تسعد الجمهور المصري. وبإذن الله تعالى ربنا يكرمنا إن شاء الله، إحنا خطوة، إحنا مش يعني مش بعاد، ربنا يكرمنا، لكن ما فيش شك إن شرف كبير إن إحنا اللي اتعمل، إنجاز كبير، فرقة بتعمل كل حاجة والحمد لله رب العالمين. الواحد مش عارف يتكلم من كتر ما هو يعني ويمكن كمان الكابتن محمود الخطيب ووجوده مع المهندس خالد مرتجي ورسائله المهمه ورسائله المستمره لعيبه النادي الاهلي جانب الرغبه الكبيره جدا. خالد يا جماعه الكابتن محمود الخطيب ده عجله يعني بيسموه عجله الدفع، وجوده في وسط اللعيبه وفي التمرين بيتحمل على نفسه وبينزل، يعني الحقيقه ما فيش شك ان بص يا كريم اللي حصل اللي بيحصل دلوقتي دايما احنا اتعلمنا دايما، يمكن لسه كنت بقول الكلام ده من شويه، احنا اتعلمنا دايما ان احنا عمرنا ما نرد، الرد بالشغل، عمرنا ما نرد على حد والناس تقول لك ما بيردوش وضعفة، لا الضعف مش الرد، الضعف مش الرد، القوه انك انت تشتغل وتحقق حاجه كويسه هو ده الرد. وربنا سبحانه وتعالى عشان عارف ان النيات كويسه والناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد برئاسه المحترم الخلوق المحبوب غصب عن عين واتيفر ماشي، فربنا بيكرمنا، فالحمد لله رب العالمين ان شاء الله جاي افضل. مبروك لجماهير، انبسطوا، افرحوا، افرحوا الشعب المصري كله، احنا دلوقتي كلنا بنمثل مصر، افرحوا. وبرضو لازم ما ننساش الشعب المغربي والجماهير المغربيه. الحقيقه اتمنى ان النادي ان الماتشات بتاعه الدوري وماتشات افريقيا يبقى في الملعب على يعني ساعه الملعب، مش معقول احنا بنلعب في المغرب وفي بلد شقيقة والشعب المغربي والجماهير المغربية بتؤازرنا بهذا وإحنا في بلدنا مش عارفين نلعب بجماهيرنا. أتمنى إن دي تبقى رسالة للمسؤولين عن الرياضة إن الجماهير ترجع بأسرع وقت، لأن ده اللي حيفيد كرة القدم. شكرا. اكيد بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي، بنبارك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، روح كبيره جدا واصرار كبير، يمكن كمان الفرحه كبيره جدا. طبعا انا معايا بقى الاستاذ محمد سراج والدكتور محمد شوقي، ببارك لك طبعا يا دكتور، مجهود كبير جدا بذل الحقيقه وترتيبات على اعلى مستوى من الجانب الاداري من الجانب الفني من اللاعبين والتزامهم الكبير جدا، الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. مبروك يا دكتور. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك، يعني يوم جميل من ايام النادي الاهلي، ربنا يحفظ النادي الاهلي ويديمه مصدر للفرحه للشعب المصري كله. والحقيقة احنا بنتكلمش عن مجهود ولا اي حاجة، هو ده النادي الاهلي، كل واحد فيه بينصهر لصالح النادي الاهلي، بس مش عايز افوت الحقيقة الفرصة دي من غير ما اشكر الجمهور المحترم
اللي الحقيقه يعني احنا مفتقدينه في مصر. للاسف النادي الاهلي دلوقتي بقى بيتشجع من الجماهير اللي خارج مصر، نتمنى ان احنا جماهيرنا ترجع لنا، بس النهارده تاني ما بأغفلش ابدا ابدا وكل الاحترام لجمهور المغرب الشقيق اللي كانت فرقه مغربيه بتلعب لغايه وعملت اكسترا تايم كده وسابوا المباراه وجم. الملعب كان تقريبا مليان، والمره اللي فاتت كان فول هاوس، كان مليان كاملا. النهارده بيشجعوا النادي الاهلي بهتافات النادي الاهلي، حتى لما ما يعرفوش الهتافات يهتفوا اهلي اهلي ورا بعض. كل هجمه للنادي الاهلي بيشجعوها بشده ويقولوا سير اللي قالوها في كاس العالم للمنتخب المغربي. كل هجمه على النادي الاهلي بيصفروا بشده اقوى من جمهور النادي الاهلي في مصر. احنا بنلعب دلوقتي ب 3000 في مصر، النهارده كان في، شفت حضرتك المره اللي فاتت 60000 والنهارده حوالي 40000. فربنا يحفظ جمهور المغرب ولن ننسى له هذا الكلام، وربنا يديم على النادي الاهلي الفرحه دائما ان شاء الله. الدكتور محمد شوقي للعيبه الرجاله اللي لسه مطلوب منهم المزيد في هذه البطوله بالاصرار الكبير والشخصيه المعروفه، نقدر نوصل بعيد يا دكتور محمد؟ لعيبه النادي الاهلي عمري ما وجه لهم حاجه، لعيبه النادي الاهلي افضل مننا وعارفين هم بيحملوا اسم مين، القيمه الكبيره جدا، اكبر قيمه في الشرق الاوسط رياضيه، فهم يعني الحقيقه رجال وان شاء الله يعرفوا هم بيمثلوا مين. لو عرفوا بس هم بيمثلوا مين وهم عارفين الحمد لله هيبقوا افضل من كده ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك سعداء وربنا يديم علينا يا رب. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم استاذ محمد الجرحي، طبعا يعني مجهود كبير جدا بيبذل الحقيقه هنا من مجلس اداره النادي الاهلي، والروح كلها هي اللي بتنجح. محمد بيه برحب بيك، انا عارف ان صوتك رايح ويعني قايم بمجهود كبير، لكن كله في حب النادي الاهلي. انت وذكروا كلكم يعني باذلين مجهود كبير مع البعثه، ببارك لكل الشعب المصري وببارك لجمهور النادي الاهلي. يمكن انا صوتي راح في الماتش بعد الجون الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني انا سعيد ان احنا النادي الاهلي خير سفير فعلا للرياضه المصريه. انت كنت موجود في كاس العالم اللي فات ولعبت بايرن ميونخ، المره دي انت واصل برضو لقبل نهائي وهتلعب ريال مدريد. فيعني النادي الاهلي هو قوه مصر الناعمه الحمد لله. ببارك لجمهور الاهلي، ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين، ببارك لمجلس الاداره طبعا وعلى راسه كل زمايلي وعلى راسه طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب. الحمد لله يعني الحمد لله. مش هطول عليك واقول لك الف مبروك يا محمد حبيبي. مبروك علينا، مبروك علينا كلنا حبيبي. بنبارك اكيد من جديد لقاءات خاصه وحصريه هنا من فندق الاقامه. دكتور محمد سراج حمد لله على السلامه، يعني مجهود كبير الحقيقه من البدايه من مجلس اداره النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب واصراره انه يكون متواجد للدعم والمؤازره المعتاده. مبروك، مباراه مهمه جدا وصلتنا لاول مقابله شخصيه امام ريال مدريد في مباراه رسميه. مبارك لك محمد. لا الحمد لله، الحمد لله زي ما انت قلت طبعا دايما كابتن محمود الخطيب لما بيكون رئيس البعثه بتلاقي الدنيا ماشيه بانضباط وبالتزام، سواء من البعثه نفسها، من مجلس الاداره، من الجهاز الاداري والفني للعيبه. فالحمد لله دي حاجه متعودين عليها وخبرات كبيره من عنده بنتعلمها. ولسه يمكن انا النهارده لسه جاي النهارده، يعني الحمد لله كنت موجود في مصر يعني برضو لبعض الامور يعني الخاصه سواء بالنادي او حاجات اخرى، ووصلت النهارده على المباراه على طول الحمد لله. فكنا قاعدين يعني تحت ضغط وقلق كبير جدا يعني، بس كان عندي ثقه كبيره في ربنا وفي اللعيبه وربنا كبير الحمد لله ان هكسب. العلاقه الطيبه جدا الحقيقه من اشقائنا المغاربه وتحفيزهم للعيبه النادي الاهلي دي مش جديده، لان كره القدم هي تقرب الشعوب. شفت التابلو ازاي؟ شفت مباراه الافتتاح ازاي؟ وشفت مباراه النهارده ازاي يا دكتور؟ لا بصراحه يعني تحيه كبيره يعني للشعب المغربي وللجمهور المغربي. الحقيقه الناس من قلبها فعلا بتساند النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي. شفنا ده في المباراه الاولى بتاعه اوكلاند سيتي، والنهارده برده شفنا ده. يمكن الشوط الاول كانت المدرجات شويه مش مليانه عشان ماتش الوداد مع الهلال، بس مجرد انتهاء الماتش وحتى ان هم ما يعني الوداد ما وفقش، الملعب برده كانت ملا وكان كله بيشجع النادي الاهلي. فليهم دور كبير جدا طبعا معانا، وبنشكرهم جدا جدا وبنتمنى منهم يعني يستكملوا كده المسيره معانا لنهايه البطوله. خلينا يا دكتور سراج تقول لكل اللعيبه الرجاله ما حققناش حاجه لسه، عندنا مهمه صعبه للمباراه القادمه، ايه الرساله اللي ممكن يقولها الدكتور سراج لكل لعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا هم لعيبه رجاله زي ما انت قلت يا كريم، وده متعودين عليه في مواقف كتير، سواء في العمل بتاعهم في النادي الاهلي او في حياتهم. هم لعيبه ملتزمين ولعيبه منضبطين، ان شاء الله باذن الله نتمنى منهم الافضل ونتجاوز يعني مرحله قبل النهائي يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير الحقيقه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني، للاعبين، للكابتن محمود الخطيب اللي بيتحمل الحقيقه على نفسه بشكل كبير جدا فقط لاسعاد جمهور النادي الاهلي. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم الكابتن زكريا ناصف اللي كان بيشجع من قلبه كالعاده في المدرجات. كابتن زيكو يعني برحب بيك، مبروك، فوز مهم جدا. لعيبه رجاله زي ما بنقول، انكار الذات هو في النادي الاهلي سر النجاح من اوضه اللبس. لعيبه قافله على نفسها عشان كده ظاهرين بالشكل المميز جدا. ده كابتن زيكو فنيا شفت اداء النادي الاهلي ازاي من اول يوم لينا في المغرب؟
بص من قبل ما نسافر متفائل جدا طبعا، ببارك لجمهور النادي الاهلي وبقول له اطمن على النادي الاهلي سواء في اي بطوله جايه، مش بس بطوله العالم والبطولات اللي جايه دوري وكاس وافريقيا. الحقيقه الحاجه الوحيده اللي تقدر تقولها هي التيم سبيريت اللي موجوده عند الفريق. كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف بيعمل ايه بالظبط، وهو ده هو ده النادي الاهلي. يعني عمل مؤسسي بمعنى الكلمه، كل واحد عارف اختصاصه، وبالتالي لازم يبقى فيه وراه نجاح حتى لو في الاداء ممكن يبقى فيه بعض الفترات، ده وضع طبيعي جدا. اولا جو برد جدا جدا يعني، بس كنا متدفيين ان احنا بنشجع. بإذن الله بإذن الله الطموحات بتزيد وعندنا أمل إن إحنا ليه لأ، ليه يعني ما نلعبش كويس قدام ريال مدريد، وليه لأ ما نقدرش نكسب، وليه لأ ما نلعبش نهائي. وبإذن الله يعني هنعمل كل ما نقدر عليه، وكلنا ثقة في الجهاز الفني وفي الجهاز الإداري والجهاز الطبي، كل واحد بيشتغل بجد. يعني اللعيبة الحقيقة عندها طموحات ومتحمسة جدا ومش فارق مين بيلعب، وهي دي هي دي روح الفن الحمراء اللي دايما بنتكلم عنها، ان في النهاية النادي الاهلي اولا، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه واللي احنا تربينا عليه، وكل الاجيال اللي جاية بتتربى على كده، وبنحاول نقول لهم مين النادي الاهلي، وعارفين اللي بيخش جوه المنظومة واللعيبه الجداد دخلت ومبسوطه جدا، مش فارق معاها بقى مين، حتى اللعيبه اللي خرجت من القايمه بنفس السبيريت ونفس الاداء. المهم النادي الاهلي حقق الهدف وهو اسعاد جماهيره، لان هو ده الهدف الاول والاخير. يعني عايزين نوجه برضو الشكر للمستر كولر الحقيقه على ادارته الفنيه في المباراه الماضيه وفي هذه المباراه، السيناريوهات العديده الحقيقه اللي كان مقسمها للمباراه، انتظر بشكل كبير جدا ونزل زي ما بنقول نزل يقش في الاخر الحقيقه بقفشه وعبد القادر، اداء مميز جدا. كيف ترى تقييم الفني مستر كولر في هذه المراكب الذكريه؟ الحقيقه انا بشوف ان هو واقعي جدا مع السكواد اللي معاه، يعني مش بس في ماتشين بطوله العالم، لا حتى الماتشات اللي قبل كده. يمكن الجمهور كله اتفاجئ لو تفتكر ماتش الزمالك، ان الناس كلها كانت فاكره هاني اللي هو يلعب جوه وخالد هيلعب بره، فوجئنا ان لا ده هو ليه رؤيه ووجهه نظر. والحقيقه اللعيبه عنده حسن الظن، يعني اذا في قناعه بافكاره. هو مدرب قوي جدا شخصيا وفي نفس الوقت محبوب جدا وسط اللعيبه، مش بيشتغل لوحده، معاه مساعدين في كل التخصصات وكل واحد ليه دوره برضه. هو بيتعامل مع كل مباراه بفلسفه مختلفه بطريقه لعبه مختلفه، حتى لو في بعض الاوقات من المباراه، لكن عنده برضه رؤيه، وشفنا التغييرات برضه بتجيب نتيجه. فهو الحقيقه جاي مع النادي الاهلي عنده طموح كبير وعنده دوافع انه يحقق ويكسب، وعارف ان هو عنده ثقه ان هو هيكسب مع النادي الاهلي، لان المنظومه كلها بتؤدي دايما للنجاح. يعني شكرا ليك، مبروك لجماهير الاهلي. بنشكر اكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن زكريا، الكابتن محسن تور سراج، الاستاذ محمد الجرحي، الجميع الحقيقه طبعا، مس خالد مرتجي. بنشكر الكابتن محمود الخطيب الحقيقه على مساندته الدائمه لفريق النادي الاهلي وجهاز الفني. يا رب يا رب خطوه بخطوه بمشيئه الله، بالقلب الكبير اللي احنا شايفينه، بالروح الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ان شاء الله باذن الله مباراه ريال مدريد يكون لها حسابات عديده جدا. توفيق ربنا لو معانا ان شاء الله نتخطى هذه المباراه، مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي وفرحه فوز النادي الاهلي في المباراة الثانية في كأس العالم للأندية. شكرا جزيلا لزميلنا كريم أحمد، الحقيقة بشكره على كل هذه اللقاءات. المهندس خالد مرتجى يا كابتن هاني قال كلام مهم جدا، أمين صندوق النادي الأهلي طبعا قال كلام مهم جدا جدا جدا، دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، دكتور محمد سراج أيضا عضو مجلس الإدارة، النائب محمد الجرحي قالوا كلام مهم جدا 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 فيما يخص عدم الرد والرد والكلام اللي احنا رسائل. يعني كان في رسائل كده مختصره وسريعه وكل واحد قال الشكل اللي كنا بنتكلم فيه يمكن من يومين ثلاثه، مقوله الرد في الملعب. هي الرد في الملعب دايما بتتقال للعيبه لما اي حد بيحس انه في حد بيضغط عليه او يعني بيستفزه بشكل او باخر، دايما ردنا في الملعب. المهندس خالد مرتجي الحقيقه قال الرساله ديت بشكل واضح جدا جدا وصريح، احنا دايما النادي الاهلي هو رده في الملعب. صحيح. واحنا يعني مش هننجذب لحته احنا مش بتاعتنا، يعني مش عايزين نروح لحته مش بتاعتنا.
فكل كل الثقه في مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب، كل اعضاء مجلس الاداره، المهم كلهم بيتكلموا بلغه واحده، وده مهم جدا جدا في الاداره، ان كل الناس اولا كل واحد عنده اختصاصاته، كل واحد عارف دوره بالظبط ايه، وتحت كل دوت هو مبادئ النادي الاهلي اللي اتعلمناها من سنين كتيره جدا جدا والكل ماشي عليه. ف يعني انا بحيي الناس كلها بصراحه، لان المجهود اللي بتعمل كمان من مجلس الاداره كان مهم جدا للعيبه، دعمهم للجهاز الفني وللاعبين، وجودهم هناك كمان شيء مهم جدا. فرسائل مهمه جدا، رسائل المهمه الحقيقه. واذا كنا حضراتكم او اي مدير فني بيتكلم ان اللعيبه بترد من خلال الملعب، ايضا مجلس الاداره بيرد من خلال شغله. صحيح، عشان كده ما بتلاقيش حد من مجلس اداره، وده الكلام اللي احنا دايما بنقوله على قناه الاهلي يا كابتن في برنامجك وفي برنامجي وفي كل البرامج، ان الرساله يا جماعه احنا دايما ما بنحاولش نرد، بنرد على قد ما نقدر باخلاق النادي الاهلي وبمبادئ النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي فقط لا غير. ولكن زي ما الاستاذ خالد مرتجي قال، الحقيقه امين صندوق النادي الاهلي ورئيس المتواجد طبعا الاستاذ خالد مرتجي في بعثه النادي الاهلي في المغرب، استاذ خالد هو بيتكلم بعت رساله مهمه جدا جدا جدا، وهي احنا مش هنرد الا من خلال شغلنا، خلال شغلنا كمجلس اداره، ثم وخلي بالك يا اسلام، الجهاز الفني والاداري واللاعبين دوت مش من النهارده، يعني صحيح. الكلام اللي بيقوله المهندس خالد ده مش من النهارده، خلال السنتين اللي فاتوا وبعض بعض الالفاظ اللي بتخرج لمجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب، وبعض السوشيال ميديا بتقول يا جماعه ردوا يعني. ونقطه قالها مهم جدا جدا مهندس خالد، قال لك هو مش القوه ان انا ارد، صح، هو بالعكس، هو شغلك هو اللي بيرد، مجهودك هو اللي بيرد، في بعض الاحيان السكوت هو افضل وسيله انك تثبت حقك، وده مهم جدا. وبالتالي احنا بنحيي طبعا كل مجلس الاداره بشكل وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، لان دي منظومه صعبه جدا في العالم السوشيال ميديا اللي احنا عايشينه، صعب جدا انك تعمل هذا الكنترول وتعمل هذا مزبوط. الصبر صعبه جدا، صحيح. الضغوط بتبقى كبيره جدا، الدفع بيك انك لازم بيزقك في حته هي اصلا مش بتاعتك، ويخرجك عن شعورك ويخرجك عن الخطوط العريضه اللي انت متربي عليها، ده كان شيء صعب جدا. والنادي الاهلي هيستمر على هذه المنظومه، ما فيش شك، يعني كلنا ورا النادي الاهلي، وان شاء الله البطولات 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 هو ده اكبر رد للنادي الاهلي، هو ده اكبر رد. وبالتالي ايضا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بعت تهنئه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. طيب، بما ان الموضوع او بيان الكابتن محمود النهارده زي ما حضراتكم شايفينه على الهواء مباشره، كابتن محمود الخطيب يهنئ لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي، ويطالبهم بالمزيد لاسعاد جماهيرهم الوفيه. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز على بطل امريكا الشماليه والتاهل الى الدور قبل النهائي لمونديال الانديه لمواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل. اشاد رئيس النادي بالاداء الرجولي لكل عناصر الفريق والروح العاليه والاصرار على تحقيق الفوز واسعاد جماهير الاهلي في كل مكان. وقال الكابتن محمود ان ثقته في لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني بلا حدود، وان ما تحقق خلال المباريات السابقه يزيد من مسؤوليتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات، وان ما تبقى من مراحل البطوله يحتاج الى مضاعفه الجهد والمزيد من التركيز للوصول الى ابعد نقطه في مونديال الانديه. الحقيقه وبما اني بتكلم عن كابتن محمود، الحقيقه عايز اقول لكم برضو، لانه انا كابتن جالي وجال حضرتك اكيد، وجال شايف انا مكتوب على السوشيال ميديا وناس كتيره بتسال، كابتن محمود ما بانش النهارده، كابتن محمود الخطيب ما بانش النهارده، عايز اقول لحضراتكم ان كابتن خطيب النهارده الصبح الحقيقه تعرف درجه الحراره بره برد جدا، والاوتيل مشغلين كلهم التكييفات السخن، عشان كده اللعيبه حتى مش بتحاول ما تقفل موضوع التكييفات ده. فكابتن محمود الحقيقه شويه برد ورشح النهارده الصبح، جاله شويه برد كده فما راحش المباراه، ولكن الحمد لله اموره زي الفل، وهو راجل يعني الحمد لله والشكر لله وزي الفل، وان شاء الله من بكره يكون مع الفرقه في التمرين وكل حاجه. ولكن هو النهارده الحقيقه يعني ما حبش او يعني التعب ما خلاهوش يروح، لكن ان شاء الله من بكره وبعد المباراه اللعيبه كلها هنته وراحت له وهنته وكل حاجه،
لكن انا بس حبيت ان انا اقول الكابتن عنده شويه برد يا جماعه يعني عادي ولاك الجو برد جدا يعني يا جماعه جدا يعني. وان شاء الله الف سلامه على الكابتن محمود وان شاء الله يكون متواجد طبيعي مع الفرقه. هو دايما بيحضر التدريبات وبيحضر الاجتماعات ودايما متواجد وسط اللعيبه ده شيء مهم جدا. عايز اتكلم برضو معاك كابتن اسلام في رساله كمان لازم كمان نوجهها وتحيه لجماهير المغرب طبعًا. مفيش شك طبعًا يمكن كمان الجماهير اللي كانت قليله شويه في مباراه النادي الاهلي خاصه في الشوط الاول لان كان طبعا الوداد بيلاعب الهلال السعودي ولكن بدايه من اول ما النادي الاهلي نزل للمغرب وفي حفاوه كامله على مستوى وزاره الرياضه على مستوى المسؤولين الكبار على مستوى الحكومي على مستوى الجماهيري وده بيعكس مدى يعني العلاقه ما بين جماهير النادي الاهلي او المغرب جماهير المغربيه بشكل عام والنادي الاهلي وشفنا قد ايه المؤازره في اول حتى اول مباراه للنادي الاهلي امام اوكلاند سيتي واللي جاي برضو اعتقد جاي كده يعني خلاص يعني طبعا هارد لك الولاد خرج واكيد ان شاء الله كل الجماهير المغربيه تتواجد وبتشجع النادي الاهلي ان شاء الله تكون ملحمه ان شاء الله يوم الاربعاء بتواجد عدد كبير جدا جدا من الجماهير المغربيه وكمان في جاليه لا باس بها وجماهير النادي الاهلي كمان متواجده في المغرب ان شاء الله لمواصله ان شاء الله المشوار المونديالي وليه لا يعني زي ما بنقول كل شيء وارد في كره القدم مباراه للتاريخ وانا لو بفكر او حاسس باحاسيس اللعيبه اعتقد هتكون مباراه كبيره يعني هتبقى يعني مباراه صعبه. قبل بس ما اتكلم فنيا عن المباراه برضو يا كابتن عايز اتكلم مع حضرتك في امر مهم جدا النهارده الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت كنا دايما بنقعد نقول ايه يا جماعه هو ايه اللي هيحصل هنتفرج على الماتش فين فاليومين ثلاثه اللي فاتوا الحقيقه مجهودات كبيره جدا جدا الحقيقه انا شخصيا على الهواء مباشره حابب ان انا اشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المسؤولين عن الشركه المتحده الحقيقه وايضا بالتعاون طبعا مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وامور كثيره جدا لانه الفتره اللي فاتت او المباراه السابقه تحديدا كان في كلام الناس كلها هتتفرج على المباراه فين وكده لكن دكتور اشرف صبحي اليومين ثلاثه اللي فاتوا زي ما قلت بالتعاون مع المتحده والحقيقه كابتن محمود كان مصر على هذا الامر ايضا ان الناس في مصر عايزه تتفرج على المباراه صحيح الحقيقه مش يعني الاهلاويه بس مصر كلها الاهلاويه بس مصر كلها عايزه تتفرج على المباراه وبالتالي شكرا جزيلا للدكتور اشرف وزير الشباب والرياضه على المجهودات اللي اتعملت وكل المسؤولين في الشركه المتحده على المجهودات اللي اتعملت في التعاون في النهايه لانه الشعب المصري يمثله 70 او 80% من الاهلاويه وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني مصر كل كلها المصريين كلهم يعني باختلاف انتمائهم استثناء البعض طبعا لكن الاغلب الناس عايزه تتفرج كل الناس بتتفرج يعني او كل الناس بتتفرج على كل الناس بتتفرج يعني بشكل لان زي ما بقول لك هي هو يعني زي ما بنتكلم النادي الاهلي دايما والاهلي بوصوله للمباراه النهائيه عمل بيعمل ارقام قياسيه يعني النادي الاهلي النادي العربي والنادي الافريقي الوحيد اللي بيوصل ل نصف النهائي لخمس مرات ان شاء الله باذن الله كمان نحصل على ميداليه ايا كان نوع الميداليه ان شاء الله نحصل عليها باذن الله ويكون النادي الاهلي كمان من افضل الانديه على مستوى افريقيا والعرب حصولا على الميداليات في كاس العالم كمان على مستوى الارقام محمد الشناوي يعني كمان بقى زيه زي مانويل نوير حارس مرمى البايرن في اربع مرات او اربع مباريات كلين شيت يعني النادي الاهلي الحقيقه لما بتقارن حتى الارقام بتتكلم على انديه كبيره يعني بتتكلم على انديه بحجم ريال مدريد بتتكلم على انديه بحجم البايرن فان شاء الله باذن الله تتواصل المسيره وان شاء الله باذن الله انا متاكد ان النادي الاهلي خلاص بيقفل الناس هتفرح النهارده ومن حقها تفرح النهارده بشكل كبير جدا ولكن على طول احنا بنقفل الباب ومن بكره بيبدا الجد لان كمان مباراه الريال ان شاء الله مباراه قويه جدا على المستوى الفني اكيد ويعني ليها استعداد خاص اكيد يعني. لانه يا كابتن هاني احنا مبسوطين سعداء جدا ان احنا وصلنا للدور قبل النهائي ونادي القرن في افريقيا سيلاقي نادي القرن في اوروبا ولكن حتى الان احنا ما خدناش حاجه صحيح يعني صحيح. معلش خلينا بقى نتكلم واقعيا انا حتى هذه اللحظه انا عارف الناس تقول لي يا عم اسلام افرح يا عم اسلام اتبسط لكن احنا متعودين على كده نفرح ونتبسط وكل حاجه ولكن دايما كل حاجه بتكون بحساب دايما كل حاجه بننتظر لانه
انا في الاخر طيب يعني اخر المشوار ايه؟ لو لا قدر الله اتغلبت يوم الاربع هيبقى عندي مباراه يوم السبت، لو فرصة كمان. فانا اخري مثلا ان انا هكون الرابع، لكن انا عندي لو لا قدر الله اتغلبت المباراتين احنا حاطين تارجت يعني كل جماهير النادي الاهلي كل الامنيات ان احنا نوصل المباراه النهائيه. حتى اللعيبه انا كان بتتكلم بالزبط. قبل كده التارجت بتاعنا احنا يعني ثلاثه برونزيه، عايزين يعني ستيب كده اعلى شويه فتتواجد في المباراه النهائيه، ولكن اكيد المينيمم هو البرونزيه. يعني برضو الناس بتفكر ان احنا يعني لغايه دلوقتي وصلنا للمربع الذهبي، لكن التارجت بتاعنا ما اتحققش. احنا التارجت بتاعنا ان شاء الله باذن الله زي ما بيان الكابتن محمود الخطيب نوصل لابعد نقطه اللي هي المباراه النهائيه، او في اعتقادي الشخصي يعني لا قدر الله لو حصل اخفاق في مباراه الريال يبقى احنا لازم نحارب كمان على برونزيه، وتبقى يعني تبقى كمان اول فريق عربي وافريقي يحصل على البرونزيه ثلاث مواسم على التوالي، وده شيء كمان جيد للنادي الاهلي. يعني احنا هننتظر طبعا. في النهايه انت بتلعب برضو ريال مدريد ما بتلعبش طبعاً. يعني عندما سئل جوارديولا انت ليه ما بتاخدش مع مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج، يعني قال لهم يعني في اعظم نادي في وهو راجل معروف ان هو برشلونه يعني صحيح. كتالوني يعني الريال طبعا ما حدش يقدر يتكلم على امكانيات الفنيه على مستوى انشيلوتي على مستوى اللاعبين. ده طبعا نادي قوي جدا على مستوى، وخلي بالك الانديه ديت الناس تقول لك هو اصله ممكن جدا هيروح مش لا الناس دي بتبقى مركزه مليون في الميه وجايه عشان تاخد البطوله. يعني ريال مدريد مش رايح المغرب عشان يلعب مباراه ويخرج، لا كله خلص. تركيزه ان هو يوصل المباراه النهائيه وياخد البطوله، وبالتالي اكيد هنواجه منافسه قويه جدا. لكن انا بتكلم على احساس اللعيب، يعني احساس اللعيب واحساس حتى المدير الفني لما بتحضر هتوقف يعني كريم بنزيما ممكن ما يكونش موجود، لكن الناس تفكر يعني اليو ديانج والسوليه هيلعبوا على توني كروز وهيلعبوا على مودريتش. التفكير ده تفكير ايجابي. ليه لا لما بنتكلم على عبد المنعم هيلعب على مين؟ على فينيسيوس ولا هيلعب على لو كريم بنزيما موجود علي معلول هيلعب على مين؟ اسينسيو. يعني كل الاسماء الكبيره ديت بتدي تركيز عالي جدا للعيبه صحيح. وبتدي اصرار كمان ان احنا ليه لا ان احنا نعمل نتيجه كويسه ونعمل اداء كويس قدام الريال مفيش شك. وبما يعني. اننا بنتكلم عن هذا الامر قبل بس ما نستقبل ضيوفنا يا كابتن هاني، لانه الموضوع ده اثار يعني هي وجهات نظر، انا هقول وجهه نظري فيما يخص مارسيل كولر وبدايته لهذه المباراه. وجهه نظري ان مارسيل كولر ده رجل عبقري. وجهه نظري ممكن حضرتك تختلف، ممكن تقولي لا انا شايف ان هو بدا غلط، انت حر حضرتك او يعني اي حد شاقصد يعني، لكن انا اقصد اقول لك ان هو عمل كده ليه. وجهه نظري انا بقولها انه انا بشوف ان هو شاف انه اولا مجموعه الرباعي الهجومي اللي لعب في مباراه اوكلاند اولا عمل مجهود كبير جدا، وبالتالي احنا محتاجين على الطرف تحديدا اتنين يرجعوا يدافعوا كويس، لان اهم اللي اتفرج على سياتل كويس وعارف سياتل قوته كانت في اطرافه. الباك الشمال بتاع كاميرون لسه جاي من كاس عالم، بالظبط يعني كده. اللعيبه الموجوده في كاس العالم اللي النسخه اللي فاتت بالظبط كده، وافضل لعيب عندهم اللي هو رقم 7 ده دايما بيروح ناحيه اليمين شويه، فبالتالي كان لازم يقفل الاطراف بشكل جيد جدا، بدليل ان هو لما عمل التغيير اللي عمله. فهو اي حد برضه متابع جيد لسياتل يعرف ان سياتل في بدايه فتره اعداد. بالظبط. ما بقالوش شهر تقريبا بيتمرن او اقل من شهر، ويوم 5 يناير رجعوا يتمرنوا، من 5 يناير ل 5 فبراير شهر، ما تلحقش اعتقد بقى حضرتك تقول لي دي. مش هتلحق توصل لل 100%، يعني مش هتوصل للياقه البدنيه، وخلي بالك دي شفناها الشوط الاولاني عملوا مجهود مستحضرين بشكل كويس، لكن بعد تقريبا الدقيقه 65 بدا الكيرف ينزل بدنيا. حضرتك لو مدرب هتبقى شايف ان ودرست سياتل كويس، هتبقى شايف ان سياتل بعد الدقيقه 60 هيقع. ده حقيقي. فانت هتعمل ايه؟ عشان كده بدأت تغييرات مارسيل كولر التلاتة في الدقيقة 65 64 65 حاجة كده يعني. ده وجهة نظرا. أنا معاك في النقطة دي 100%، لأن بعض الناس فوجئت إذا هو إزاي يغير الثلاثي الأمامي للنادي الأهلي مرة واحدة. في اعتقادي الشخصي كان على جزئين، زي ما بتتكلم على المجهود البدني الكبير اللي اتبذل أمام سياتل، واخدين كمان الثقة بشكل كبير جدا. الجزء الثاني ان انا عايز ادخل الناس صحيح. والكلام في ايديا، وده اللي حصل يعني في الدقيقه 60، وكان التغييره
انا في اعتقادي تغييره قويه جدا، غيرت الشكل بشكل كبير جدا. كان في حيويه، وجود مجدي قفشه عمل يعني، كان تقريبا حمدي فتحي بيلعب ادوار قفشه شويه، ما كانش قادر طبعا يأديها بشكل كويس، فوجود قفشه كان عامل مهم جدا. احمد عبد القادر كمان عمل شكل كويس، بنتكلم كمان على محمد شريف. لكن انا متفق معاك ان التفكير الاجمالي في المباراه كان ناجح جدا. مارسيل كولر اشتغل بشكل كويس جدا على مستوى التغييرات، على مستوى كمان يمكن الناس الشوط الاولاني شوط متوسط للنادي الاهلي، ولكن كان ليه اسباب زي ما بنتكلم ان يعني لسه يعني العجله ما اشتغلتش. كان هاني وحسين الشحات كانوا بيشتغلوا بشكل افضل مع من هاني وبيرسيتاو، لكن الجزء البدني تقريبا خلاص في الدقيقه 60 انتهى، وبدا ينزل عناصر مؤثره جدا، وبالتالي قدرنا نتحكم بشكل جيد. كمان خلي بالك احنا لعبنا كوره حلوه صح. كمان اخر 60 دقيقه وخلقنا فرص كتيره جدا وعملنا شكل حلو في الملعب، وبالتالي نجاح كبير جدا لمارسيل كولر على مستوى النتائج. ما شاء الله تاتش وود يعني، الحمد لله بلا هزيمه لغايه دلوقتي، وان شاء الله تستمر هذه المسيره على مستوى قرايه الملعب بشكل كويس. كمان ارى المباراه بشكل جيد جدا جدا. وفي نقطه كمان، التغييرات في اخر 5 دقائق، هو كمان سياتل نزل كمان واحد راس حربه طويل، بعديها بثانيه واحده خرج رامي ربيعه نزل وخرج اعتقد كان بيرسيتاو، وبالتالي هو شايف وقاري وحاضر المباراه بشكل جيد حتى في اخر 5 دقائق. يعني هو شاف ان هيبقى في كثافه هجوميه وفي واحد طويل بيلعب في المركز راس الحربه، ايه المانع ان احنا ننزل كمان رامي ربيعه عشان نقفل بشكل طبعا قراءه رائعه يعني. انا بشوف ان هو وجهه نظر، انا ممكن حضرتك تختلف، ما عنديش مشكله على فكره في الاختلاف، لا ده وجهه نظر، لكن انا بقول ان انا وجهه نظري ان انا بشوف ان الراجل ده النهارده عمل مباراه رائعه ده وجيده جدا جدا جدا. كل واحد طبعا ما عنديش مشكله ان انا بسمع وجهات النظر المختلفه، بالمناسبه ما بتضايقش يعني لما بقى الاقي حد يقول لي لا هو بدا وحش لكنها كويس، اوكي ماشي. اصلي خلي بالك المدير كلها صح، المدير الفني هو بيحط سيناريو بالظبط، السيناريو ده نجح يبقى انت نجحت. ما ممكن جدا يقول لك طب ايه لا قدر الله وكان الاهلي مثلا صح دخل، ما كناش هنقول كده بالظبط صح، لكن انت صح. بتتكلم على شغل والنتيجه بتاعت الشغل، وبالتالي في نجاح يعني. اصل يقول لك اصل اذا غير 3 والشكل مش كويس ولا قدر الله كنا اتهزمنا كان هنقول لا ده فشل في الجزئيه دي، لكن طالما وصل للنجاح وانه كسب المباراه بهذا الشكل يبقى اكيد هو نجاح بالنسبه له يعني. عموما هو نجاح، نتمنى ان يظل هذا النجاح، وحتى الان ما خدناش حاجه، ما حصلش حاجه، اكسبنا اوكلاند وكسبنا سياتل، ولكن عندنا مباراة مهمة جدا جدا امام ريال مدريد، هي اللي ممكن تخلينا نشوف نصل او نرتقي بعد ان احنا نقدر ناخد ميدالية ذهبية او فضية، او لا قدر الله نروح للميدالية البرونزية او المركز الرابع صحيح. وده هيبان ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، لكن عندنا امل، فريق ريال مدريد افضل، فريق ريال مدريد من الناحية الفنية افضل، مفيش شك في هذا الكلام، ولكن عندنا امل في كل شيء. ريال مدريد عنده نقاط ضعف هنتكلم فيها وهنتكلم في كل هذه الامور. فخلينا كابتن هاني ممكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى نستقبل الجزء الاول من حلقتنا النهارده والنجمين الكبيرين الكابتن عادل طعيمه والكابتن محمد حشيش، هيكونوا في ضيافه الاهلي في المونديال، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم، طبعا الفرحه حلوه جدا ومن حق كل جماهير النادي الاهلي انها تفرح ولاعيبته ومجلس ادارته، ولكن زي ما الكابتن اسلام قال وانا بايده تماما، احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا وصلنا بس للمربع الذهبي نفس اللي عملناه النسختين اللي فاتوا، وان شاء الله كلنا امال ان احنا نوصل لابعد نقطه في المونديال. خلينا نرحب بالنهارده كمان باثنين ضيوف كبار جدا على مستوى طبعا تاريخهم مع النادي الاهلي، على مستوى التدريب وعلى مستوى اللعب. معانا النهارده 2 كبار، معانا الكابتن عادل طعيمه، كابتني وانا صغير كابتن، مساء الخير على حضرتك. مبروك يا هاني، مبروك، الله يبارك فيك، الف مبروك يا كابتن اسلام، الف مبروك، الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك عليك. كابتني الكبير كابتن محمد حشيش، اهلا وسهلا بحضرتك، الف مبروك، الف مبروك، اهلا بيك واهلا باسلام وكابتن عادل، ومبروك علينا كلنا. الحمد لله، الحمد لله. يعني الف مبروك يا كابتن عادل، كابتن حشيش، فوز النادي الاهلي في مباراه صعبه جدا الحقيقه، ومباراة يعني إن دلت فبتدل على النادي الأهلي كبير وسيظل دائما كبير. ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية دائما
طموحنا في النادي الاهلي ملوش حدود، ودايما اتربينا على ان ما فيش حاجه مستحيله طالما احنا بنتوكل على الله ثم بناخد بالاسباب. قبل البطوله يمكن كان عندنا طموح كبير جدا ان اولادنا وصلوا لمرحله من اللياقه البدنيه والدفعه المعنويه القويه جدا من خلال المباريات اللي كانت موجوده سواء في الدوري او في السوبر، نتائج كلها جيده جدا، وبالتالي احنا رايحين بطموح ما يقلش عن البرونزيه اللي احنا كنا اخذناها السنه اللي فاتت. الحقيقه كابتن الماتش ده يعني كان سجال ما بين اثنين مديرين فنيين كل واحد عنده المعطيات بتاعته وعنده الاسباب بتاعته. الراجل بتاعنا درس الفرقه كويس قوي، ومجرد ما خلص اوكلاند ابتدى يفكر في الماتش الثاني، عارف ان هم جايين بقالهم فتره كبيره ما بيتمرنوش، عندهم فتره اعداد. استغل هذا الكلام طبعا من البدايه، ثم في الدقيقه 60 زي ما حضراتكم قلتوا ابتدى يعمل التغييرات الهجوميه، لانه ابتدى بثلاثه في المقدمه صحيح، ثلاثه متغيرين عن الماتش اللي فات، ويمكن دي تخلي فيه استغراب شويه. لا، كان في وجهه نظر ان هو عايز الشوط الاولاني مقسم المباراه لفترات، الشوط الاولاني ان انا بدافع كويس قوي، وانا عارف كويس جدا ان اللياقه البدنيه بتاعتهم مش هتسعفهم في الشوط الثاني، وبالتالي عمل التغييرات اللي هي مؤثره وفيها استحواذ في اخر 20 دقيقه او 30 دقيقه. وبالتالي ارى الراجل كولر الفرقه كويس قوي، بعكس الفريق الاخر المدير الفني لفريق سياتل، انت راجل مش فت وجاي من فتره اعداد، ازاي تضغط من البدايه؟ من البدايه بيضغط علينا الشوط الاولاني، بيضغط من البدايه، الضغط البدايه ده لازم هو لسه حتى كابتن لم يكمل فتره اعداده لسه، ما عشان كده انا اول ماتش ليهم يوم 27/2 واخد الماتش عافيه. يعني انت عارف ازاي حضرتك، يعني انا اضغط من البدايه كويس في ماتش انا ما فيش لياقه بدنيه، فدي طبعا قرايه من كولر ان هو قاري كويس. الراجل الثاني برضه ما كانتش القرايه موفقه، لكن الحمد لله الحمد لله ان اولادنا الشوط الثاني كانوا افضل جدا من الشوط الاولاني. صحيح كابتن محمد، يمكن كابتن عادل قال يعني حتتين كده، الحته الاولانيه ان كان في مفاجاه بالنسبه للناس كتير جدا ومن الجماهير، تغيير ثلاثي الهجوم كاملا عن مباراه اوكلاند سيتي، دي جزئيه اعرف رايك فيها. الجزء الثاني التعامل مع المباراه بكذا سيناريو، عايز اعرف رايك اجماليا في المباراه ورايك، قلقت شويه الشوط الاولاني، خفت شويه على النادي الاهلي بعد الاداء المتوسط في الشوط الاولاني؟ يعني احب طبعا يعني قبل ما اتكلم على الفنيات لازم يعني اشكر قوي جمهور المغرب. صحيح جمهور المغرب يعني مالي المدرجات، هو جمهور النادي الاهلي طبعا ادانا افضليه في حاجات كثيره جدا جدا في التشجيع المباراه، لان المباراه قويه جدا جدا، بتلعب فرقه المفروض انها بتمتاز بالقوه البدنيه والسرعه والجري والكلام ده. زي ما كابتن عادل قال الراجل عمل اخطاء، في نفس الوقت كانت في اداره فنيه عاليه جدا من جانب النادي الاهلي. نعم يعني الراجل عمل طبعا اخطاء ان هو لسه ما اكتملش لياقه المباريات كامله، ومع ذلك كان بيضغط ضغط عالي من فاتح الملعب، يعني بلغة فاتح الملعب معتمد على زي ما قلنا السرعات والقوه والسرعه. وعلى فكره هو كان برضو دارس حته النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيلعب من الاطراف، ولو تشوف الشوط الاولاني حته علي معلول بالتحديد كانت مقفوله تماما. خلي بالك علي معلول وألي ديانج، ألي ديانج اللي ياخد باله كان في واحد اول على يعني طول بيضغط عليه على طول، ألي ديانج ما يستلمش لانه عارف برضو دور ألي ديانج واتكلم عليه كويس قوي طبعًا قبل المباراه. يعني فهو الراجل لعب على قفل المفاتيح لعب النادي الاهلي، وخصوصا كانت باينه قوي حته علي معلول ناحيه الشمال بتاعتنا اليمين بتاعتهم، واحد واقف على طول واحد مغطي وواحد مايل من الديفندرات على الناحيه دي، ومضايقني المساحات قوي على النادي الاهلي، وده يمكن اللي خلى النادي الاهلي في الشوط الاولاني ما ظهرش بالكوره بتاعته. قدر الراجل برضو الشوط الاولاني نتيجه للجري كتير ياخد نص الملعب ويكسب نص الملعب، ودي فرقت معانا شويه. طبعا الشوط الثاني غير، لو هنتكلم على التشكيل من البدايه اتفاجئنا طبعا بالتغيير كامل الخط هجوم النادي الاهلي، واعتقد انه ده له سبب، لان هو الراجل شاف ان الخط الفرود الماتش بتاع اوكلاند عملوا مجهود غير عادي وجري كتير جدا، و
لا يعني ده كلام الحقيقه منطقي، لانه يعني انا حتى احنا ما اتكلمناش، يعني يمكن انا شفت ان في بعض الاراء كانت بتشوف ان كولر كان لازم يبدا بالثلاثي اللي نهب، او يعني الثلاثي اللي بدا بيه الماتش اللي فات، لانهم عملوا مباراه جيده. طبعا عملوا مباراه جيده طبعًا. لكن من الواضح ان كل الفنيين تقريبا بيتكلموا انه كان لازم يغير الثلاثي الهجومي 100%. انا في رايي كان لازم يغير الثلاثه، مفاجاه حتى للخصم، لان الخصم برضو بيرتب اموره على المباراه الاولانيه بيدرسها كويس قوي للنادي الاهلي. فالراجل غير، ودي برضو حاجه يعني بصراحه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وكولر، ان هو دلوقتي بقينا احنا يعني خط الفيرود بتاعنا على سبيل المثال الشحات عامل ماتش غير عادي الماتش الاولاني، ويجي يقعد النهارده مثلا او ما يلعبش. انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه. انا الشحات بالنسبه لي برضو يا كابتن، في نقطه كابتن اسلام برضو ممكن الناس ما تكونش عارفاها. خلي بالك المدير الفني قبل ما بيحط التشكيل كمان بيبقى مهم جدا انه يقعد مع المعد البدني. تمام، ده نقطه مهمه جدا. وفي الدراسات البدنيه دلوقتي العلم تقدم بشكل كبير جدا في موضوع اللياقه البدنيه، بيديله خلي بالك المعد البدني ممكن جدا يقول له ان مثلا حسين الشحات بعد المباراه ديت والمجهود الكبير اللي عمله هو ممكن يديك 15 دقيقه ما يقدرش او ثلث ساعه بالزبط. او حاسس بشويه اجهاد مثلا. صحيح. يعني خلي بالكم هي جداً. العمليه بتبقى ما بين طبعا الجهاز الفني كله، ومهم جدا انه بيقعد مع المعد البدني. يا ترى مثلا كهربا بعد مجهود كبير جدا هل يستطيع انه يبدا ولا ما يبداش؟ صحيح. لا ده الجزء دوت نخلي صحيح. نخلي مثلا قفشه، لا قفشه ممكن جدا لو لعب الشوط الاولاني بمجهود كبير ممكن جدا يقع معايا الشوط الثاني. فعمليه اختيار اللاعبين بالنسبه كمان لقياسات البدنيه دي بيقعد مع المعد البدني وبيديله اقتراحات، ولو عنده ثقه فيها بينفذها ما بين قوسين بجانب طبعا النواحي الفنيه والمتطلبات اللعيبه. فده جزء مهم جدا. كلامك مهم جدا، ان هو بدليل انه غير الخط الفيرود كله، ثلاثه اتغيروا، وبياكد كمان الشوط الثاني التغييرات اللي عملها، انه برضه سحب الناس ونزل قفشه وعبد القادر وشريف، لان عبد القادر برضه الماتش اللي فات برضه عمل مجهود كبير جدا. صحيح. من السبرنتات والجري بالكوره و فطبعا نزوله في التوقيت ده احنا حسينا يعني فعلا ممكن المدرب يعمل تغييرات ما تحسش بيها. صح. هو التفوق والامتياز انك لما تعمل تغيير يبان اثره في الملعب. مظبوط. وده بان اثره 100% على اداء الفرقه في الشوط الثاني. انت حاصر فرقه سياتل في نص ملعبها، هم كمان من كتر الجري اللي عملوه الشوط الاولاني ابتدوا خلاص مش قادرين، فابتدى يرجع لورا قدام ال 18 بتاعته ويملى نص الملعب، لانه كان عنده احساس ان الاهلي تفوق. أيوه. وبالتغييرات كمان اللي اتعملت في تفوق نتيجه برضو للناس اللي نازله لسه نازله فايقه. أيوه. بتجري. كان خلاص هو في انتهى كابتن اسلام وكابتن عادل اللي هو خلاص في الشوط الثاني حاسس ان هو خلاص بيامن وممكن جدا كره ثابته كره مرتده بيعتمد عليها، وكان بيعتمد على الحته دي، فالجزء ده كمان اتقفل بشكل كويس. طب قبل ما ناخد راي كابتن عادل وكابتن حجيش وكابتن هاني نشوف راي كولر نفسه في هذا الامر. تمام. عشان برضو نطلع نشوف ماذا قال مستر مارسيل كولر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز مهم جدا الحقيقه، واصرار وتحضيرات فنيه على اعلى مستوى. كل التحية والتقدير لمستر كولر على إدارته الفنية الأكثر من رائعة. ببارك طبعا لمستر كولر، ببارك للدكتور خالد الجوادي. الحقيقة في البداية أنا عايز أقول للدكتور خالد بيقوم بمجهود كبير جدا 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 في الترجمة لعيبة النادي الأهلي، وهو ده اللي بيوصل كل التعليمات بشكل كبير جدا. شكرا. Er hat mich sich bei mir bedankt dann für meine Mühe bei den Spielern. Danke. So, Gratulation. Danke. شكرا. في البداية أنا بحييك وبهنيك على المباراة، إدارة فنية مميزة جدا. مستر كولر معودنا مباراة بيقفل الصفحة بيبص للمباراة القادمة، وهي دي الاحتراف في كرة القدم. ده أمر مهم جدا بيوصل للعيبة النادي الأهلي، بيوصل لجمهور النادي الأهلي. بحييه على الإدارة الفنية جدا. بالظبط، مهم جدا فكرة وإن إحنا عايزين كل الجمهور كمان يفكر كده. الماتش اللي جاي أهم ماتش، نخلص الماتش نقلبه وبعدين نفكر في اللي بعده. الرغبة المتجددة الحقيقة والجانب النفسي اللي بيقوم بيه مستر كولر مع لعيبة النادي الأهلي بجانب الدور الفني. كل فرد في جهاز النادي الأهلي الفني بيقوم بدوره، عشان كده النجاح بكل الكل يا دكتور خالد. Auch dann deine Arbeit mit den Spielern, aber der Staff auch und alle in der ganzen Staff, die alles tun, damit wir immer nach vorne gehen. هو كده بالظبط، لازم بيوبقى. لاحظت ملاحظه كويسه، بالظبط هو كده.
مهم جدا ان الواحد لو عايز يكسب الموضوع بس مش اللاعب اللي بيجيب الجول، كل الفريق العمل، كل الناس اللي بتساعدنا، الناس اللي ما تشوفهاش في التلفزيون، الناس اللي في اوضه اللبس، الناس اللي بتمسك الغسيل بتاع اللعيبه، الناس اللي في لسه الناس اللي ما قدرتش تيجي معانا الرحله دي، دول كمان جزء من نجاحنا وجزء من فريقنا. مهم جدا ان كل ان اللعيبه تحس بده كمان، تحس انها ان في فريق عمل كبير كله بيتعب عشان ان هم يوصلوا ان هم يكسبوا. كلنا فريق عمل، وبحيي كل واحد وكل فرد من منظومه النادي الاهلي. مسانده جماهيريه اكثر من رائعه الحقيقه للاشقاء المغاربه ولجمهور النادي الاهلي اللي يمكن حرص بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويؤازر النادي الاهلي. مستر كولر شاف الحضور الجماهيري والكثافه والتشجيع ازاي؟ لان كره القدم هي التي تقرب الشعوب زي ما انت عارف يا دكتور خالد. Natürlich, denn Fußball ist ein Mittel, um die Völker zusammenzubringen. بالظبط. لكن مش اول مره نشوف ده ان احنا بره مصر ونشوف المساعده دي، لكن في المغرب بالذات الواحد شاف مساعده كبيره جدا، دعم كبير جدا من الجمهور المغربي في الماتش الاولاني، ساعدونا كتير في الماتش الاولاني، في الشوط الثاني ساعدونا جدا النهارده في الشوط الثاني. فده مهم جدا واحنا فرحانين بيه ومستنيين الدعم ده دايما ان شاء الله. اخيرا هنفرح دقائق بسيطه جدا وهيبدا التحضير لمباراه ريال مدريد، مباراه رسميه الاولى في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه انت بتقابل ريال مدريد محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه تحضير اكبر لكل لاعبي النادي الاهلي. كيف سيرى مستر كولر المباراه القادمه، مباراه الاهلي وريال مدريد؟ في الشبيل فوربريتن في زين زي ذا سبيل جين ريال مدريد. انا ملاحظ ان انت مركز معانا وبتتعلم كتير من اللي احنا بنقوله. Ja klar, ich schaue mir jetzt dann Spiele an. هتفرج على ماتشات ليهم. في الهارد ديسك كده ياسين مكاري اداني الهارد ديسك ده عليه ثلاث ماتشات ليهم. هتفرج على الماتشات. وحط خطة المناسبة اللي احنا نقدر اللي تخلينا نقدر نلعب كويس قدام ريال مدريد. ويمكن نحقق المفاجأة إن شاء الله. Wir gratulieren, bedanken uns sehr und gratulieren dich dann. Vielen Dank. Danke. كل الشكر والتقدير الحقيقه لمستر كولر الدكتور خالد الجوادي، الحقيقه اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الجانب الفني والتعليمات والتحضيرات. هو ده النادي الاهلي، كل فرد في النادي الاهلي بيقوم بدوره، عشان كده النجاح بيكون للكل. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بقيمته الكبيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بمجلس الاداره بالجهاز الفني يستمر على هذا التركيز. المباراه القادمه تحدي كبير لكن مش بعيد على كل لاعبي النادي الاهلي. طيب كلام مهم جدا قاله الحقيقه مارسيل كولر يا كابتن، في نفس الاطار ان كل مباراه هي اهم مباراه بالنسبه لنا كاهلاويه وبالنسبه له كمدير فني يعني. وبس في نقطه طبعا فضل. كولر غير الثلاثه اللي قدام لاسباب. اتفضل. حسين الشحات مريحه، وطبعا عبد القادر برضه مريحه، منزل طاهر على سن طاهر بيدافع كويس وهيبقى قدام علي معلول، وعارف ان الاطراف بتوع سياتل أطراف أحسن قوية حاجة فيها أحسن حاجة عندهم. فطبعا عايز الجانب الدفاعي أول الشوط الأولاني بالكامل هو قاري فكر الراجل. صحيح. فقال لك أنا بيرسيتا وهيقفل لي مع هاني آسف وطاهر هيبقى مع علي معلول. نجح بنسبة 60-70% إن ما فيش حاجة راحت للشناوي. تقريبا الشوط الأولاني ما فيش حاجة راحت خالص للشناوي حتى الشوط الثاني. لكن هو نجح ان الشوط الاولاني 45 دقيقة بيدافع بشكل جيد جدا. ولو تلاحظ احنا بنهاجم الشوط الاولاني الكثافة العددية جوه 18 هتلاقيها قليلة جدا. فهو السيناريو بتاعه ان انا هوصل حتى لو ما جاش الجول بتاعنا في الدقيقة حاجة و80 هو عامل سيناريو تاني، والدليل على كده ان هو مخلي تغييرتين مظبوط للشوط الثالث. كان مستني حسين الشحات لا قدر الله، وكان في وقت اضافي ولا حاجه، لو وقت اضافي كان عامل التغييرتين. انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه، بس انا بقول ان حسين اقرب للاجهاد. قد يكون طبعًا. مجهد طبعا، او في حاجه بسيطه جدا ما اعرفش، انا ما عنديش معلومه يعني، انا ما سالتش في حد قال لي لا، لكن انا بقول انه لا حسين اقرب للاجهاد اللي هو ايه
اللي هو لا مش هقدر العب. ده لا بقول لك عليه ممكن نظري جدا ما جازفش ليه، ممكن جدا ما جازفش عشان ممكن تحصل. ممكن برافو عليك يا كابتن. يعني اقول لك لا دي النقطه اللي عايز اوصلها. وادى دفعه لبيرسي تاو انه دفعه معنويه مش بدنيه. بيديله يعني انا حتى استغربت ماتش. انا استغربت ان هو اداله الماتش تقريبا كله صحيح، لان هو بقاله فتره كبيره ما بيلعبش. وبعدين لاحظت النهارده لبيرسي تاو الحقيقه بيدافع كويس قوي وبيخبط وبيرجع، يعني الكلام ده ما كانش بيحصل في الفتره اللي فاتت. فالدفعه المعنويه دي بتدي له فرصه انه يجهزه وبيدي له ثقه من خلال فطبعا التغييرات بتاعته كانت كلنا كنا متوقعينها والله، ان في الدقيقه 60 هيبتدي يعمل ثلاث تغييرات. انا كنت بتخيل انه برضو في تغييره لبيرسي تاو تبقى قريبه شويه، لكن هو فضل صبران صبران، لان ده نوع من التوفيق برضو يا كابتن. يعني في توفيق توقيت الهدف يعني صحيح. توقيت الهدف مزبوط. كان مهم جدا. انت عارف لو جه قبل كده شويه، لكن انت زي ما انت قلت يا كابتن هاني ان هو الراجل المحلل بتاعه بيدرس له طبعا الفرقه اللي قدامه جايه معنوياتها ايه وبدنيا قد ايه. صحيح كابتن محمد. كمان على مستوى اللي انا شايفه على مستوى التغييرات اللي كانت مؤثره جدا، خروج حمدي فتحي. خروج حمدي فتحي لان عندك انت بعض يعني لو الاجناب بتاعتك مش شغاله كويس، يعني مثلا محمد هاني وعلي معلول مش زي مباراه اوكلاند، وبالتالي انت محتاج بقى حد في نص الملعب يمسك كوره. صحيح. حمدي ما يقدرش يعمل ديت لان حمدي لعيب باور عنده مجهود كبير، ممكن يكمل في ال 18، شفناه بيضغط مثلا على السيرد باك، فهو كان بيقوم بدور 10 يعني، كان عمرو السوليه واليو ديانج هو بيلعبوا اثنين ديفندر. لكن التغيير اللي حسينا بيها جدا جدا ان خلاص بقى في واحد يعرف يمسك كرة كويس، لانك انت محتاج طبعا خلاص عندك عند محمد هاني مقفول، عند علي معلول مقفول، وبالتالي محتاج انت الجزئيه ديت. الحلول اللي في قلب الملعب وجي منها الهدف حلول جوه قلب الملعب. فتغييره حمدي فتحي بيه كمان قفشه كان مؤثره جدا على النادي. هو زي ما انت بتقول هو ده راجع لتقسيمه للمباراه ودراسه المباراه. بدا حاجه الشوط الثاني اللعيبه ابتدت تضغط بقى من قدام، اللي هو لعب النادي الاهلي بقى انك ضاغط على الفرقه من قدام، فبالتالي في كور اللي هي يعني من ناحيه الفرقه الثانيه ما قداموش حل مع انخفاض اللياقه البدنيه انه يلعب طويل ويعتمد على الكور الطويله. عنده في الطويل في ديانج موجود، يعني ديانج موجود بيثبت في الحته دي مع طبعا الاثنين المساكين بتوع محمد عبد المنعم عنده سرعات وكده. وفي نفس الوقت التكتل اللي ورا ده ما كانش ينفع مع اللعب الصريح، فكان لازم ينزل واحد زي قفشه يقف على الكوره ويلعب الكور البسيطه من ناحيه الشمال بين معلول وبين عبد القادر وبين قفشه اللي عملت الشغل كله. الحلول الفرديه اللي بتتكلم عليها الحلول بقى بالظبط، ان انت في بلوك موجود من الفرقه الثانيه هتعمل فيه ايه؟ هتعمل ايه؟ هتلعب الناحيه دي وتلعب بالعرض، هم عندهم اطوال وكده، فكان لازم الاختراقات ما بين المساك وبين الباك رايت اللي هو كان ملازم قافل حته الباك رايت دي قوي، فكان في الحته دي مش اي حد يعرف يلعب الحاجات الصغيره دي. اتلعبت اكتر من كوره الحقيقه اتلعبت، ويمكن الكوره اللي قبل الجون اللي هي قفش عملها جنب العارضه تحديد برضو الكوره اللي جت جون، ربنا كافئ قفشه لان هو لعبها الاول حلو قوي. وقبل ما نتكلم برضو عن دور قفشه الحقيقه كابتن عادل، من لما نزل كهربا برضو كان ليه دور مهم الحقيقه. يمكن الناس يعني ما اعرفش لما تيجي تتكلم عن دور كهربا او دور طاهر او دور بقيه اللاعبين اللي بداوا المباراه ممكن دورهم ما يكونش باين قوي لان ما رحناش كتير للجون، ولكن دورهم في ان انت تقفل كويس وتاخد من اللعيبه الباور من لعيبه سياتل الانرجي او الطاقه اللي عندهم، اعتقد كان دور واضح جدا. من افضل اللعيبه في الشوط الاولاني محمود كهربا. اوكي. اولا بيؤدي الواجب الدفاعي على اعلى مستوى. ايوه. بيتحرك ما بين الاطراف وما بين السردباكين على اعلى مستوى، في واحده راح من جهه اليمين واعتقد لو لحقها كانت ممكن تبقى ضربه جزاء. بس هي ايه؟ عدت منه. اكتر واحد جري في ال 45 دقيقه كان كهربا. كهربا. ما بيدخرش جهد، يعني الفرق بينه وبين طاهر ان طاهر واخد الجنب الشمال. لا ده كهربا كان بيروح يغطي يضغط على الجانب الشمال صحيح والجانب اليمين ويسقط روح قتاليه على اعلى مستوى لراجل بقاله 7-8 شهور ما بيلعبش بيأدي بهذا المستوى 3 أو 4 مباريات ورا بعض بهذا الجهد. الراجل المعد البدني وكولر
الحقيقه الجهد البدني مع الجانب النفسي مع الثقه اللي موجوده عنده مع احراز الاهداف حاجه يعني لازم نديله تعظيم سلام، لانه فعلا هذا الرجل حتى وهو بيتغير شوف مدى الدفعه اللي بيديها لزميله. ما بتحصلش في الملاعب كتير على فكره، ما بنشوفهاش كتير ان انت نازل مشجع زميلك في الفرقه قليله شويه. السبيريت يعني والروح اللي موجوده في النادي الاهلي يعني بتنعكس اكيد على اللعيبه، حتى بنشوف اللعيبه اللي حتى يعني شفت حسين الشحات جري، ويعني هي دي روح النادي الاهلي التيم وورك دوت الموجود ايا كان بقى بيلعب ما بيلعبش على الدكه الكلام ده يعني. احيانا كمان هاني المدرب بيبقى منزل مثلا راس حربه محتاج منه في الفتره الاولانيه اللي هيلعب فيها يقفل كويس، انه يقفل كويس قوي على الناس، لما خصوصا لما تكون فرقه بتلعب زي ما بدأوا الشوط الاولاني بيلعبوا من تحت المساكين ونص الملعب وبيتحركوا لو سياتل سياتل صحيح. فهو عمل كميه جري بدليل ان هم الشوط الثاني قتلهم الحته دي خالص بقى بوجود شريف برضو كمل على جري كهربا، ما بقوش يلعبوا الكره القصيره بقى على طول يلعبوا الطويل. شفنا اكتر من كره ليهم المساك ما بيضغط عليه بيروح لعبها في الاول، شفنا اكتر من كره حطها طويله في الاول طويله قوي المدافعين عندنا ياخدوها. فهو برضو يعني بيبقى فيه تكتيك معين بالنسبه للفيرويد او ادوار، ممكن ادوار يعني بعض الناس ما تشوفهاش يعني صحيح. في ادوار بتبقى للاعبين ممكن الناس ما تشوفهاش بشكل مباشر، وقد تكون يقول لك لا ده مش زي المباراه اللي فاتت. ادوار مخصصه زي ما حضرتك بتقول ان هو ممكن بلغه الكره كده هد في المدافعين يعني الناس كلمه هد. أيوة الناس للاسف بتبص للفيرويد يعني او بتعتبره كويس بس لما يكون له تاثير على الجون، شاط كام كره على الجون عمل بدماغه فيرويد فلسفه يبقى ادوار مهمه طبعا. وبما اننا بنتكلم عن كهربا خلينا نشوف برضو زميلنا كريم احمد الحقيقه مع كهربا وماذا قال كهربا بعد تاهل النادي الاهلي الى نصف نهائي كاس العالم للانديه، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بجد التحية لك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل جمهور النادي الاهلي العظيم. انا معايا في هذه اللحظات بقى واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه اللي يمكن التزام كبير جدا، وشه حلو كالعاده، مجرد رجوعه الحقيقه الفرقه ماشيه بشكل كبير جدا، اوضه اللبس فيها التزام كبير جدا. مش هنفاجئ الناس لكن هقول معانا محمود كهربا واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي. مبروك يا كهربا، الروح رجعت والاصرار موجود وكالعاده يمكن التزامك من اول دقيقه تدريب فقط لغير فرصه بتجيلك ربنا يوفقك. دعوات الحاج والحاجه ليك يعني حاجه كبيره وسر كبير جدا. مبروك يا كهربا، حلم كبير جدا كاس العالم للانديه الاهلي لعيب في النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت، طبعا بشكرك كلكم على تعبكم معانا، ويعني الواحد الحمد لله يعني بيسعى وبيتعب وربنا بيكافئني في الاخر يعني على ما ضيعش مجهودي وما ضيعش صبري اللي فات، لان تعبت جدا الفتره اللي فاتت ديت، ولولا مسانده النادي الاهلي والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا وزمايل اللعيبه والجهاز الفني يعني ما كنتش هظهر من المستوى دوت يعني، وبشكرهم جدا. ودي المعتاد في النادي الاهلي ان روح اللعيبه هي اللي بتكسب على طول يعني، وبدعم من الجمهور يعني الحمد لله. فتره كانت صعبه ومهمه جدا يا كهربا، لكن التزامك وتركيزك كان مهم جدا عشان ترجع بالمستوى ده، لان جمهور النادي الاهلي مستني كهربا اللي هم عارفينه. كهربا واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي واهم لعيبه منتخبنا الوطني، السر كان في ايه؟ قول لي الفتره اللي فاتت دي قدرت ازاي ان انت تلتزم كهربا كده؟ والله يمكن عدى عليا 7 شهور يعني كانوا صعبين عليا قوي، يمكن اصعب 7 شهور عدى عليا في حياتي من ساعه ما لعبت الكوره يعني. دخلت في حاجات كتير قوي يمكن مش بايدي، كان غصب عني وكان في ظلم كبير قوي يعني، بس طبعا يعني في الاول والاخر طبعا دي حكمه ربنا وبحمد ربنا واشكره على اي حاجه طبعا بيعملها لي. وقربت من ربنا يعني الفتره اللي فاتت دي جدا جدا يعني، والدي والدتي يعني دعواتهم واختي يعني واخويا كل يوم يدعوا لي وكل يوم معايا، ف يعني كانت حاجه بالنسبه لي كانت صعبه قوي، بس الحمد لله قدرت امر بيها لان هو ده اكل عيشي وهي دي، وانا ما اعرفش اعمل حاجه غير الكوره يعني. فالحمد لله تعبت وقفلت على نفسي جدا الفتره اللي فاتت ديت، وربنا كفيني في الاخر. ويعني لو قعدت من هنا لحد ما اموت يعني هشكر ربنا، مش يعني مش قادر ادي له حقه يعني، ربنا يعني كبير ونصرني يعني في الاداء واللعب وبعد تعب وبعد صبر ومعاناه وضغط وحاجات كتير قوي يعني الواحد كان بيمر بيها الفتره اللي فاتت دي، كانت صعبه قوي يعني. يعني والله يعني يمكن ما كانش حد يقدر يمر باللي انا مريت بيه دوت يعني، يمكن حاجات صعبه قوي، بس الحمد لله في الاخر برضو ربنا كفاني واداني على قد صبري وتعبي يعني. كل مجتهد النصيب الاهلي وريال مدريد، حلم كبير جدا اول مقابله رسميه في تاريخ النادي الاهلي امام ريال مدريد، كل السكواد الحقيقه وكل التيم حلم كبير جدا. يا كهربا شايف المباراه اللي جايه ازاي، وشايف حلم جمهور النادي الاهلي في كاس العالم ازاي؟
يمكن يعني الواحد مبسوط قوي فرحان ان هو زمايله جهاز فني بيخلي الجمهور النادي الاهلي يفرح كل يوم. والفتره اللي فاتت دي الاخيره يمكن ان ربنا يرجعني قبل ماتشين مهمين في الكاس والدوري وبعد كده اروح العب كاس عالم الانديه. فدي بالنسبه لي يمكن كان حلم ان انا قبل ما ادخل النادي الاهلي العب كاس عالم الانديه. الحمد لله ربنا بيكافئني وحاجه كبيره قوي لينا واللعيبه كلها وللنادي الاهلي ان احنا هنلعب ريال مدريد في نصف النهائي. فبتمنى من ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يدينا على قد تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت دي كلها ونكسب ريال مدريد باذن الله. مفيش حاجه بعيده عن ربنا ولكل مجتهد نصيب. اختم معاك بجمهور النادي الاهلي اللي قال محمود كهربا هو ابن النادي اهو. استقبلت ده ازاي كهربا في اول مباراه؟ لان انت عارف جمهور النادي الاهلي مساند وداعم لكل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا محمود عبد المنعم كهربا. يمكن جمهور النادي الاهلي لو قعدت اشكر فيه كتير قوي مش هوفي له حقه ولا هدي لهم حقهم. يعني انا بشكرهم وكل جزمه واحد فيهم على راسي. هم السند الفتره اللي فاتت دي كان سند رهيب. يمكن حاجه كان بالنسبه لي كبيره قوي لان انا واحد منهم قبل ما اكون لاعب كوره. يعني يمكن مش كلام بقوله في التلفزيون ولا حاجه, هم حاسين وهم عارفين. انا بشكرهم جدا 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 وبقول لهم لسه عندي كتير قوي اقدمه ليكم وارد لكم الجميل اللي انتم عملتوه معايا الفتره اللي فاتت دي كلها. وانا يعني طول عمري هفضل واحد من ابناء النادي الاهلي وهفضل واحد منهم. وبشكرهم قوي 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 بجد على الفتره اللي فاتت دي كلها الصعبه اللي عدت عليا وهم كانوا السند الاول والدائم. وربنا يفرحكم دايما وبحبكم قوي قوي بجد. ربنا يحفظ حبيبي حبيبي يا اخويا. ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير لنجم نجوم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا اللي بنتمنى له كل التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي. الروح الكبيره جدا اللي موجوده والتضحيات وانكار الذات هو ده سر النجاح. يا رب ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون مع اي لاعب يكون يرتدي تيشيرت النادي الاهلي في مباراه ريال مدريد القادمه. حلم كبير ومباراه مهمه لكن مش بعيد على كل رجاله النادي الاهلي. يعني الحقيقه لقاء اكتر من رائع لكهربا. ويمكن كلنا حسينا قد ايه كهربا اولا بالمعاناه اللي عاناها في خلال السبع شهور اللي فاتوا ولكن كمان بالفرح والسعاده اللي في عينيه بعودته تاني للملاعب بشكل اكتر من رائع. وقد ايه كان زمايله مجلس اداره النادي الاهلي وكل الموجودين في النادي الاهلي كانوا سند ليه. وقد ايه محمود كهربا كمان عنده الشغف وعنده بلغه الكره كده الجوع ان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون متواجد ويحصد بطولات كثيره للنادي الاهلي. الحقيقه كهربا بيقدم مستويات اكتر من رائعه. اكتر يعني المتفائلين ما كانش يتوقع وصول كهربا لهذا المستوى في خلال فتره صغيره جدا بعد توقف كبير جدا. وهو قال ان يعني تعب جدا واكيد عشان يوصل للمستوى ده يكون تعب جدا جدا في هذا المشوار. وخلي بالك يا كابتن هاني برضو ده اول لقاء لكهربا بعد سبع شهور واختص بيه قناه الاهلي. الحقيقه لجمهور الاهلي حبا في جمهور الاهلي واحتراما لجمهور الاهلي ويعني بيقول لهم ان انا موجود وان انا معاكم وان انا يعني هحاول ابذل اقصى مجهود زي ما الكابتن عادل والكابتن حشيش قالوا. يعني صحيح تحس انه بيتكلم من قلبه لانه احنا كلاعيبه كره عارفين ان صعب قوي الواحد يقعد الفتره الطويله دي كلها ويرجع ياخد المباريات دي ويبقى واقف على رجله. مباريات كمان حساسه جدا. انت بتتكلم على مباراه القمه, بتتكلم على مباراه كان يعني ماتشات كلها تقيله, كاس عالم الانديه ماتشات تقيله جدا. فكون ان هو يبقى فعلا دليل ده انه مركز وماشي كويس وبيتمرن كويس جدا جدا عشان كده ربنا اداله يعني. صحيح صحيح. طيب برضو يا كابتن عادل في اطار ان احنا بنتكلم في التبديلات او التغييرات اللي عملها عن مارسيل كولر عن المباراه الأولى يعني اللي هي مباراة أوكلاند سيتي, برضو مستوى المنافس متغير. يعني مستوى أوكلاند أقل من مستوى سياتل. هو سياتل لو فت لا هيبقى أقوى من أوكلاند. أوكي. لأن هم جايين في فترة عداد لكن هم فرقة تقيلة, فرقة كويسة يعني. طبعا. لكن بالنسبة للتغييرات كولر عامل نوع من المجازفة. لما أنا أطلع حمدي فتحي في التوقيت ده ونزل قفشه اللي هو دفاعيا اقل شويه فدي مجازفه بدليل ان هو دارس تيالي الفرقه يعني دارس الفرقه وعارف ان هم اخر نص ساعه الفتنس بتاعهم هيقل الباصات بتاعتهم هيبقى هناك اخطاء فبينزل واحد بيستحوذ مع عمرو السوليه ومع ديانج. حمدي فتحي تغييرته لو انا دارس الغيب وعارف ان انا هلاعب ريال مدريد فانا بغيره اخر نص ساعه علشان اريحه لماتش ريال مدريد.
فدي برضو مجازفة او مقامرة بلغة الكورة. هو مش باصص لكده لان هو قال انا مش باصص. ما انا بقول لك لو لو هو نوع من المغامرة. اوكي. ان انا ما كان ممكن جدا يبقى النتيجة غير كده. طبعا طبعا. لما عمل التغييرة لان برضو يعني لما نزق يعني برضو اخر نص ساعة في كم كرة مرتدة كده ما كانتش كان يبقى برضو فيها خطورة. لكن والله الحمد خط الظهر مع الفراودة بيقوموا بالدور اللي كولر فعلا من يوم ما جه تلاحظ ان احنا الاهداف اللي بتيجي فينا قليلة جدا بعكس الموسم الماضي. الحاجة التانية انه بيخلي الدفاع من المقدمة. يعني دايما على طول بمجرد بنفقد الكرة بتلاقي راس الحربة بتاعنا مع الاثنين الاطراف اللي بيلعبوا كلهم ليهم واجبات دفاعية. اللي بيأثر بتبص ليه على الدكة. يا اما بتلاقيه في المدرج ما بيهزرش يعني. فالراجل بيعمل التوليفه دي. حمدي فتحي هو ما بيفكرش انه يلعبه ريال مدريد ولكن هو عمل نوع من المجازفه اللي كان بيعملها جوزيه وبيعملها اي مدرب بيبقى عارف امكانيات لاعبته. انا عارف امكانيات لاعبتي ودرستهم كويس قوي وعارف ان انا لما هدفع بيرسي تاو في الوقت ده لما هدفع شريف في الوقت ده شريف متحرك جدا ما بين السرد باكين مع البساط اللي من مجدي وبعدين جابها فعلا طاهر كان بيقوم بالدور الدفاعي لكن الدور الهجومي دايما ما كانش بيعمل عمليات اختراقات من الجنب من جنب الشمال وبالتالي لما نزل عبد القادر تحس ان الجبهه دي الشوط الثاني او ال 60 دقيقه بعد 60 دقيقه تلاقي تحس ان هو بقى في الجبهه دي بقى هناك خطوره وخطوره فعلا بتشكلت. مجدي أفشل لما بيروح ناحيه الشمال مع علي معلول مع عبد القادر شكلوا مثلث في منتهى الخطوره. في واحده برضو اتشاطت من أفشة عبد القادر اتلعبت مع علي معلول وبعد ما دخل راح عاملها بالعرض لأفشة اللي هي شاطها راحت جنب العارضه. دي برضو من الحاجات اللي هي كان في شكل هجومي افضل للنادي الاهلي لنا احساس ان في جول جاي. بالظبط يعني انت فاهم ازاي يعني ادت احساس ان في حاجه خطره جايه. وبعدين طبعا التغييره كانت محسوبه جدا والتغييره دي اللي فيها مقامره ديت ربنا بيوفق بقى. صحيح. بيوفق ان انا مريح واحد من افضل اللعيبه في الفتره اللي فاتت من افضل اللعيبه علي حمدي فتحي بيقوم بدور ما بيعرفوش الا المدير الفني. يعني بيعمل حاجات في الملعب بيدوس في كل حته في الملعب بيأدي الدور الدفاعي والهجومي سرعه ارتداد تسديد كرات عرضيه كرات عاليه بيعمل كل حاجه ما شاء الله. ما شاء الله يعني يا ربنا يحميه طبعا هو وزمايله يعني. طبعا اكيد. اكتر حاجه عجباني في كولر ان هو تشكيله وخطته بتبقى مبنيه تماما على المنافس. يعني مش زي الشغل القديم تشكيل ثابت حته بقى ايه عارف الاتجاه اللي كان يقول لك لازم يبقى فيه ثبات في التشكيل عشان الانسجام وعشان كذا وكذا. دول فرقه بس خلي بالك لا هي مدرسه هي مدرسة وكولر مدرسة ولغاية دلوقتي الحمد لله مدرسة جايبة يعني. جايبة نتيجة كويسة. أنا أقصد يا كابتن أن كل المدارس ناجحة يعني كل واحد له وجهة نظره في تشكيله. يعني مانويل جوزي كان بيلعب ال 11 هم الثلاثة تغييرات هم أهم حاجة أن تبقى المدرسة مناسبة وجايبة نتائج. صحيح. يعني ممكن أبقى لي مدرسة وأبقى شاذ عن الموضوع. لا إنما أنا بالنتائج وبالاداء لا انا متفوق في المدرسه بتاعتي في الفكر بتاعي ان انا بلعب على المنافس. يعني انا عايز اقول لك حاجه انا متخيل ان مثلا ممكن تلاقي في ريال مدريد تشكيل تاني خالص لان ريال مدريد بقى دي قصه تانية تماما ولعب تاني وواجبات مختلفه وقصه مختلفه. هو ممكن هيفرق شويه في عمليه الضغط العالي ممكن يعني نضغط مثلا اول 10 دقائق ضغط عالي لكن مش هتفضل ضغط عالي على ريال مدريد لان هيكون عندك مساحات عندهم سرعات. لكن خلينا اتكلم معاك في نقطه كنا بنتكلم على الثلاثي الهجومي للنادي الاهلي. تمام. عايز اتكلم كابتن محمد مع حضرتك على الثلاثي الدفاعي بما فيهم حارس المرمى. يعني اتكلم على الشناوي وعبد المنعم ومحمود متولي او رامي ربيعه. دي كمان من الحاجات المهمه جدا جدا في النادي الاهلي في الاسابيع الاخيره ان هم بيحافظوا كمان على الكلين شيت. يعني بنتكلم على الشناوي تالقه طبعا بنتكلم كمان على اثنين سرد باكين ايا كان الاثنين يعني بيجيدوا العاب الهواء بشكل جيد وكمان البيلد اب يعني ممكن عندهم قدره ان هم يبنوا من تحت. رايك ايه في الثلاثه اللي انا بتكلم عليهم دول؟ يعني تفوق على نفسهم خلال المباراتين اللي فاتوا. محمد عبد المنعم بالتحديد اللي انا بعتبره مع بقيه الفرقه بس هو من الناس اللي كانت ظاهره قوي النهارده يعني نجم المباراه النهارده.
كره بتطلع، كره بتطلع بحساب، مفيش حاجات زيادات اللي بعض الاحيان بيعملها، وانت طبعا عارف بيلعب السهل، مركز كويس قوي للكور اللي كانت بتسقط من ورا الباكين بتوع ورا علي معلول خاصه. بالظبط كده. الاهم من دي كمان هو تسليم الكوره الصح في الرجل، ودي مهمه جدا بالنسبه للاثنين المساكين ان الكوره تطلع صح. مظبوط. مفيش حد فيهم فكر في اثناء حتى الضغط يعمل واحده مثلا في الاوت، يعمل واحده الا اذا كانت واحده ضروري انك بقى تطلعها. فهم اجادوا الحته دي وسهلوا برضو على نص الملعب بتاعنا في التسليم، لان انا ممكن اجي لك ابصي لك كوره برضو في وسط ناس مضغوط يعني. عليك هدبسك يعني. صحيح. ده جمعه وائل جمعه اللي يبقى بالظبط رحمه واحده وديك واحده في صدرك لا ببطن رجله وعليك خمسه بهزر طبعا. فهو برضو يعني اجاده المساك ان هو يوصل الكوره لنص الملعب بطريقه سهله، ما يبقاش ابصلها وخلاص بخلص منها وخلاص. عمليه تغيير الملعب من ناحيه اليمين ناحيه الشمال الاثنين برضو هو متولي الحقيقه برضو عمله الاثنين يعني مباراه كويسه جدا يعني. مش عايزين ننسى كمان على فكره كمان موجود ياسر ابراهيم كمان دايما طبعًا. جاهز للاداء المهمه ورامي ربيعه شفنا رامي ما صحيح. ما نزل برضو نازل في الاخر يعني عايز يامن شويه يعني. انا كابتن عادل برضو من الاسماء اللي دايما بتعجبني هو رامي مثلا، انه رامي بيبقى بعيد وبعدين يقول لك رامي اصله هيروح ماشي من النادي الاهلي وكذا وكذا فجاه تلاقيه بيبقى موجود ومتواجد وبيلعب وبيلعب بشكل اساسي. ميزه رامي انه دايما بيبقى نفسيا مجهز نفسه وبدنيا مجهز نفسه، وبالتالي هو متوقع انه هيدفع بيه في اي وقت، وهو عارف ان دايما الحته دي بيبقى فيها اصابات. فانا بحييه جدا لانه لما النادي بيحتاجه بيثبت كفاءه، وفعلا يعني كل الماتشات اللي فاتت كان بيأديه على اعلى مستوى، وبعدين النهارده لما بيقعد عارف ان الدور جاي عليه، وبالتالي عارف ان دايما خط الظهر زي ما قال كابتن هاني وزي ما حضرتك بتقول الثبات في التشكيل في جزء كبير من الملعب. لما يكون الشناوي وقدامه احمد عبد المنعم محمود متولي المثلث ده لما يبقى فيه بينهم تفاهم في عمليه الرجوع في عمليه بدايه الهجمه، ثم الاثنين الاطراف سواء هاني او علي معلول المربع ده او الاربعه اللي في خط الظهر دول لما بيكون فيه نوع بينهم من الانسجام والتفاهم، يعني علي معلول الكرة الهجمة من ناحيته بتلاقي هاني النهاردة شايل واحدة كانت في منتهى الخطورة، والماتش اللي فات شال واحدة كان على طول مغطي ورا محمود متولي. برضه في نص الملعب لما بنلاقي ثلاثة في وسط الملعب في دايما بينهم ثبات، والتغييرات بتبقى في الحدود الضيقة. النهاردة هو عمل الثلاث تغييرات في المقدمة لسبب واحد، وهو انه يؤدي الواجب الدفاعي خلال 45 دقيقة ثم يكمل 10 دقائق ثم يبدا بعمليه الرجوع للتشكيل الاولاني باستثناء حسين. طبعا حسين برضو هو اكيد هو عنده مبرراته لانه هو برضو من ضمن ميزات كولر انه انا بقول ان هو هي ليست معلومه يعني ما حدش ياخد يقول لك اسلام قال ان حسين مجهد، انا ما بقولش كده، انا بقول وجهه نظر انا ان حسين قد يكون في بعض الاجابات تحليل الموقف ده. بس بمناسبه الكلام اللي قاله كابتن هاني فيما يخص التشاور ما بين المدير الفني والمعد البدني صحيح. فممكن جدا يكون قال له لا احسن بلاش خالص، حسين راح قال له بلاش خالص مثلا صحيح. مش معلومه مره ثانيه ما هو يعني بدا كده، وبعدين هو برضه بيجهز بيرستاو. الحاجه الثانيه انه الراجل عنده من المقدره انه يقنع اللاعب ان انا النهارده انا مش هلاعبك النهارده علشان 1 2 3 4، فلازم انا اقنع اللاعب ان انت النهارده الماتش ده مش بتاعك، وهو اكيد عمل كده مع حسين يعني اكيد. هاخد من كلام كولر واروح بيه تاكيدا لكلام الكابتن عادل انه في بدايه الحديث مع كريم اتكلم على الديتيلز الصغيره، قال لك ده مكسب بيشارك فيه اللعيبه اللي مش موجوده معايا صحيح. بيشارك فيه كل الناس اللي بره ما لعبتش، بيشارك فيه عمال الناس اللي بتغسل اللبس يعني بتغسل اللبس ده بيشاركوا فيه. فهي دي المنظومه الاحترافيه، احنا بنتكلم ما بنتكلمش على يعني بنتكلم لعيب ممكن يكون مميز بالنسبه لك، لكن المكسب كله لا، ده ليه خطوات وليه يعني حاجات ورا الكواليس الناس ما بتشوفهاش. وده المهم جدا اللي قاله كولر، ان حتى اللعيبه الموجوده اللي هنا او اللي خارج القايمه دول كمان شركاء في هذا النجاح يعني. هو واضح هاني ان هو راجل فيري بروفيشنال يعني،
يعني بيهتم بالديتيلز وبيهتم بالتفاصيل جدا جدا، ولا يعتمد على واحد او اثنين او عشرة او اتناشر، هو كل المقيدين بيعتمد عليهم، بس على حسب ظروف كل ماتش وعلى حسب التشكيلة وعلى حسب الوضع وعلى حسب جاهزية اللعيبة، مين يبدأ مين ما يبدأش. يعني هو الراجل حاطط في دماغه الناس كلها، ما نقولش مثلا، لأن في مدربين كتير وإحنا يعني عشنا مع مدربين كتير، قوام الفريق بتاعه 14 لعيب، يعني ما بيغيرش إلا لما اللعيب ده يكون خلصان أو إصابة قوية أو يبتدي يحط واحد بداله. إنما الراجل يعني عايز يلعب الناس كلها، عايز يستفيد بقدرات، بياخد من كل واحد إمكانياته في المباراة بالتحديد، المباراة دي الأدوار اللي هو عايزها من اللعيبة دي في المباراة دي تحتاج كابتن هاني وكابتن إسلام فبيشتركوا. ممكن في مباراة تانية الأدوار بتتغير، فممكن يكون الكابتن عادل أو أي حد تاني يجيد الدور ده عن الكابتن إسلام أو الكابتن هاني. هو عايز المجموعة كلها، لأن احنا عانينا السنين اللي فاتت ان احنا كان وصلنا لمرحلة ان 14 بس اللي هم أساسيين وموجودين والباقي، وفي ناس يعني ما لعبتش الفتره طويله، وده على المستوى النفسي يعني برضو بيكون مدرب اللعيبه اللي مش موجوده اللي بيتحسسه ان انت كده كده بيعمل خلل هاني جوه المجموعه لما يكون احنا كلنا بنلعب، وده بيلعب النهارده ده بيلعب بكره، انت كله نفسيه عاليه، غير واحد مثلا ما بيلعبش غصب عنه لعيب الكوره، لما ما بيلعبش يبقى متضايق حتى لو هو في اكبر نادي في الدنيا. طبيعي. انا عايز بس اقول جزئيه صغيره خالص يعني بالماتش اللي جاي، يعني احنا قلنا كل الحاجات المميزات النهارده، انما كان في حاجتين صغيرين النهارده كانوا ظاهرين واتمنى ما يظهروش في الماتش الثاني. اولا انت هتلعب مستوى ثالث بقى، مستوى اول يعني اول بلس، اقصد انت مستوى اول اللي انت لعبته ومستوى مش عارف ايه، انت بتلعب حاجه تانية خالص، مستوى عالي جدا جدا من اللعيبه ومن التاريخ ومن الخبرات والجهاز الفني. نادي قرن في اوروبا بالظبط. الماتشات الكبيره دي يا اسلام الميس باص في نص الملعب ممكن يكلفك كتير قوي. النهارده كان في بعض الباصات بالتحديد من ديانج في نص الملعب يعني عملت علينا مشكله. كذلك برضه انا هتكلم على اثنين بس برغم اجادتهم يعني الاثنين. طيب معلش يا كابتن، وحضرتك بتتكلم ده عيد ميلاد محمد شريف طبعا بعد المباراه واحتفال اللاعبين بعيد ميلاد محمد شريف. كهربا برضه، بص يا كهربا هم ما كلوش التورته دول، ما كلوش التورته دول، هم مولع الدنيا. لو عندكم صوت يا شباب للحاجات دي ولا ما فيش؟ الله يا شباب. من يومين كان عبد المنعم، كان لا عبد المنعم او نفس الموضوع اتعمل عليه برضه نفس اللي سمعونا يا جماعه الاصوات. اتفضل. لبس تورتايه في وشه عشان يبقى يطلع كويس. جميل ده بيرس تاو مستخبي بس خد برضه خد نصيبه برضه خد نصيبه. خلي بالك كابتن اسلام المساحه ديت، خلي بالك الحاجات ديت بتنعكس ايجابيا على الملعب طبعا. يعني الناس ما تشوفش دوت يا عم ده خلاص بقى فكوا بيهزروا الكلام ده لمده 10 15 دقيقه. ومهم جدا خلي بالك ساعات المديرين الفنيين بيسيبوا يعني بيسيب صاله الاكل ويسيب اللعيبه لوحدها عشان تعمل كده، عشان تعمل كده اديلهم مساحه. المساحه اللي بتكلم عليها اللي حضرتك بتكلم عليها دي مهمه جدا طبعا للتاهيل النفسي. يعني صحيح في يعني في بعض المدربين بتبقى قافله الحته دي شويه، لا في مساحه معينه افرحوا واتبسطوا واعملوا كل اللي انتوا عايزينه. دي مدارس برضو يعني لكن خلي بالك بكره الصبح هتلاقي وش تاني خالص، هتلاقي وش تاني خالص. ده وده الحقيقه. كابتن عادل اخيرا توقعاتك لمباراه ريال مدريد. انا بس بتكلم عن ريال مدريد يا جماعه، لازم ادي لازم ادي الكولر حقه. الراجل ده محافظ على اوضه اللبس كويس قوي. نعم مخلي قبل ما يكون مدرب فهو انسان، فبيفكر في عامل اوضه الملابس واللي بيغسل حقيقي واللعيب اللي قاعد بره واللي قاعد في المدرج. فده راجل مدير فني بدرجه انسان، فهو انسان قبل ما يكون مدرب. وبالتالي حابب كل الناس، لعيبه والاداريين وكل العمال وكل الناس. توقعاتي هتبقى مباراه على حسب انا بشوف كولر بيتصرف ازاي في كل ماتشاته. برضه هيقسم المباراه
درجات معينه او اوقات معينه انه ما يجيش جول فيه في البدايه. اوكي. بلعيبه معينه ما اعتقدش ان هو هيغير لا في خط الظهر ولا هيغير في وسط الملعب، التغييرات دايما هتبقى في المقدمه. ممكن جدا نفاجئ انه بيدفع لعيب بلعيبه اثنين او ثلاثه ما لعبوش قبل كده. ده وارد. يقوموا بادوار معينه في الشوط الاولاني بحيث ان الشوط الثاني برضو يبقى فيه تفكير اخر. تفكير يعني. اخر. التفكير الاخر ده هيبقى يستغل في كره ثابته، يستغل في كره شريف، في كره تتحرك بين السردباكين وهو بيجدها. الى جانب ان هم ريال مدريد عندهم اصابه بالغه السردباك الرئيسي الاساسي بتاعهم الماتش اللي فات، ماتش فالنسيا اتعور وطلع اول ربع ساعه اول ثلث ساعه، فطبعا مش هيكون موجود في الماتش. واحتمال كريم بنزيما كمان عنده بعض الاصابات، لكن يعني بنتكلم عندهم ماتش بكره كمان ريال مدريد عندهم ماتش صعب جدا. عندهم طبعا البدائل بشكل كويس وناحيه فنيه. وبعدين برضو من ضمن الايجابيات بتاع اللي برضو ما احنا ممكن نفكر فيها ان هيجوا قبل الماتش ب 24 ساعه جهد وسفر طبعا، الى جانب طبعا كل الامور ديت ولادنا باذن الله تعالى النهارده يستعدوا استعداد قوي جدا لان الماتش ده العالم كله بيتفرج عليه. صحيح. ينزلوا يستمتعوا النتيجه، انا ما عليش ضغوط، وبالتالي كل كلمه كولر هيقولها لابد من تنفيذها، الخطوط القريبه، المثلثات، الكره ما تتقطعش زي ما حضرتك قلت وزي ما الكابتن اسلام قال، الكره ما تتقطعش ابدا في التلت بتاعنا او في نص الملعب. الاخطاء عامه يا كابتن جدا يعني دايما يا كابتن محمد، ويمكن احنا كمدافعين عارفين القصه دي كويسه، وياما اتخانقنا مع ناس بنص الملعب عشان بتتقطع منهم. الفرق الكبيره دايما بيبقى فيه في الكوره خطا صغير وخطا كبير. صحيح. الاخطاء الصغيره وارد انها تحصل، لكن الخطا الكبير هو اللي الفرق الكبيره على طول بتعاقبك بيه، واكيد ريال مدريد من الفرق دي. هي دي اللي انا حبيت اقولها، ان الميس باس او الغلط في نص الملعب مع الفرق الكبيره ده مش مع اي فرقه تانية. يعني لو فرقه عاديه ممكن يبقى فيه لسه بيفكر، انما هم بيستغلوا. بتشوف الماتشات طبعا في الدوريات الكبيره جدا، اي خطا في نص الملعب بيكلف هدف يا اما هجمه خطيره. توقعاتك بقى للمباراه القادمه كده؟ انا بس بقول للعيبه يعني لو واكيد يعني انا ما اعرفش يعني طبعا مستر كولر يعني اهم ميكس حاجه بقى المره دي ميكس. اهم حاجه اسلام يشيل الضغوط من على اللعيبه. لا انت لو اللعيبه اتضغطت وقعدت تفكر انا هلاعب ريال مدريد هلاعب كذا 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 كذا، غصب عنك لازم تبقى يعني قلقان وخايف، والتوتر ده ممكن ياخد منك بدنيا وياخد من ذهنك وياخد من تفكيرك. انما انت استمتع بالمباراه، ادي لعبك العادي، النتيجه في علم الغيب، متع نفسك، انت وصلت لمرحله الحمد لله كويسه. احنا عايزين بقى يعني التكه الاخيره اللي احنا بنجود فيها، يعني احنا دلوقتي رايحين نص النهائي، يعني ان شاء الله ان شاء الله ضمننا ميداليه يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله. لو ما كسبناش ريال مدريد على الاقل هنلعب على ميداليه يعني. نلعب على ميداليه صح. انه الجيل ده احنا لعبنا بايرن ميونخ والشوط الثاني كنا كويسين، الشوط الاولاني يمكن كان في خضه كده بس الشوط الثاني كنا كويسين، وبعدين كسبنا بطل البرازيل وخدنا البرونزيه. اعتقد ان الولاد دول والجيل دول الجيل ده اعتقد انه عنده من الثقافه وعنده من الثقه باذن الله تعالى. يعني بقول مع محمد ان فعلا الولاد دول ان شاء الله الضغوط اللي عليهم هم متعودين عليها، كل ما هناك ان يبقى تعليمات كولر تبقى بتتنفذ، والروح القتاليه مع الهدوء ومع الثقه ان شاء الله مش بعيد ابدا على ربنا ان احنا نكسب. وانا عندنا طموح ان احنا نكسب ان شاء الله. مفيش حاجه مستحيل، ويمكن كرة 11 طبعًا. ضد 11 طبعا ايا كان التاريخ، يعني ريال مدريد اتغلب من فرق برضو قليله في انما هي يعني جمهور النادي الاهلي عايز انك تعمل الواجب اللي عليك، تحس ان انت موت نفسك في الملعب، بتلعب بجديه كامله، اصرارك ان شاء الله على المكسب وانك توصل للحلم بتاعك ده مهم جدا. تمام. بس عشان توصل له لازم يبقى فيه تعب يعني. صحيح صحيح. نقطه بس يعني بلور الكلام اللي حضراتكم قلتوه كابتن، اتكلم على مباراه البايرن. لو نفتكر مباراه البايرن قلنا ان النادي الاهلي احترم بشيء من الخوف للبايرن. صحيح. تحترم المنافس ولكن ما تخافش من المنافس، ده مهم جدا. في فرق طبعا صغير قوي انك بتحترمه. صحيح. تحترمه انا بحترمك لكن كمان. انا قادر
وده صحيح. الجزئيه ان شاء الله اللعيبه اكيد اتعلمتهم خلال الفتره اللي فاتت وجودهم في كاس العالم مع البايرن. عملنا مباراه الشوط الثاني لا باس بيها، المباراه الاولى كان فيها خوف والخوف ده اترجم لعدم قدره حتى على يعني التماسك داخل صحيح. المباراه ان شاء الله صحيح. مباراه الريال تكون يعني فرحه احتفاليه كبيره، وان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه جيده ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا والف مبروك، ان شاء الله نهنيك بعد يوم الاربعاء ان شاء الله بعد كلنا ونهني الجماهير كلها ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شرفت ونورت، ان شاء الله تبقى مباراه جيده ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله. انا بشكر طبعا كابتن عادل وكابتن محمد حشيش. هسيب حضراتكم مع كابتن سيد عبد الحفيظ وماذا قال بعد نهايه المباراه وتاهل النادي الاهلي للدور قبل النهائي لملاقات بطل القرن في اوروبا، يواجه بطل القرن في افريقيا. ماذا قال كابتن سيد بعد نهايه هذا اللقاء؟ نشوف كابتن سيد تقرير عن مع كابتن سيد عبد الحفيظ بعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل احمد ثابت وكريم سعيد وكلام في الارقام بعد ما نشوف تقرير كابتن سيد وفاصل نستقبل ضيوفنا في الاهلي في المونديال. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومستمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد، فوز مهم جدا الحقيقه، خطوه بخطوه بنوصل ان شاء الله باذن الله لنقطه بعيده باذن الله في كاس العالم بالاصرار الكبير وبالتحدي الكبير في لعيبه النادي الاهلي. كيف ترى المباراه؟ ومبروك ليك ومبروك لكل الجهاز الفني. الحمد لله. طبعا المباراه صعبه جدا مع فرقه كبيره قوي وفرقه يعني عندها امكانيات عاليه قوي، لكن الحمد لله ربنا اعتقد الشوط الثاني كان الافضليه لينا في كل مجرياته يعني. الحمد لله المباراة كانت مهمة جدا في توقيت برضو مهم جدا، يعني تحديات كبيرة قوي في الفترة الحالية والسنة دي تحديدا، سواء كان على مستوى المحلي في بطولة الدوري وبطولة الكاس وكان قبلها السوبر في بدايته، وهنرجع على دوري الأبطال ومتواجد في كاس العالم للأندية مع فرق مدارس مختلفة، فالحمد لله رب العالمين يعني مكسب مهم قوي. مباراة الوداد انتهت الحقيقة وكل الجمهور كالعادة جه وساند وملى الاستاد، كنت شكرت من قلبك يا كابتن سيد المباراة الماضية. مستمرين الحقيقة أشقائنا المغاربة الحقيقة على الأداء المميز جدا. يعني اللقطة اللي بعد المباراة كمان لقطة في منتهى الأهمية لأنها لها معاني حلوة جدا حلوة جدا، يعني أيا كان المنافسة داخل الملعب سواء كان من فرق عربية مع بعض أو في بطولات مختلفة، لكن المعدن الأصيل بيبان. يعني بعد اللقاء ما خلص يعني الجمهور المغربي فضل قاعد يعني عايز يحييك، أكنه بيقول لك أنت كمان إذا كان الوداد خرج لكن أنتوا كمان معانا هنا وبتمثلونا. أنا بشكرهم من قلبي لأن هي لقطة لها معاني كبيرة جدا، عشان كده كنا مصرين جدا إن احنا وحريصين جدا إن احنا نحييهم. بشكرهم من قلبي، مش المباراة دي بس، المباراة الثانية، وزي ما قلت لك هي عشان طالعة بحب، فبعد اللقاء لو هو جاي تقضية واجب هيمشي على طول، لكن هو مصر يوصل لك مسج لا أنا بحبك بجد يعني، وان انا بشجعك بجد وبسندك بجد حتى لما جاء الجول، يعني اكنك بتلعب في استاد القاهره يعني. اول مقابله شخصيه او رسميه مع ريال مدريد، كيف تمثل هذه المقابله كابتن سعد عبد الحفيظ وايضا كمان للنادي الاهلي بشكل عام يا كابتن سعد؟ اقول يعني اقدر ربنا سبحانه وتعالى فضلها كبير علينا، يعني شخصيه الاهلي وقيمه الاهلي ومكانه الاهلي وطريقه تفكير الاهلي وقدرات لعيبه النادي الاهلي ممكن ما تبقاش فنيا يعني حاجه ما حصلتش، لكن لازم تعقليتك تكون تناسب المدرسه بتاعه النادي الاهلي. من 11 سنه تحديدا تقريبا من 4 اغسطس 2001 كانت مباراه شرفيه على بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي، كان ريال مدريد وبطل القرن الاوروبي والاهلي بطل القرن الافريقي، كانت مباراه شرفيه. فالنهارده القدر بيجمعك على سيمي فاينال، هي البطوله الاغلى والموجود فيها فرق من كل القارات كاس العالم للانديه، في مباراه رسميه مع بطل القرن الاوروبي وبطل القرن الافريقي، مباراه هتبقى كبيره بالتاكيد، يعني فرقه يعني مش هنقدر نتكلم غير انها فرقه كبيره جدا 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 على المستوى العالمي يعني. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين، احداث المباراه يا رب تخدمنا وتساعدنا باذن الله. مبروك يا سيد، الف مبروك. شكرا شكرا جزيلا حبيبي، شكرا كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. مباراه مهمه جدا بقى المباراه القادمه مباراه ريال مدريد، يعني في هذه اللحظات يا كابتن اسلام كل لعيبه النادي الاهلي بتتناول وجبه العشاء ومنها مباشره هيفرحوا بسيط بشكل بسيط جدا ودقيقه بسيطه جدا زي ما معودنا، ويبدا التحضير بمشيئه الله غدا. كل بعثه النادي الاهلي بمشيئه الله غدا تتوجه الى الرباط للاستعداد لمباراه الاهلي وريال مدريد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، لسه مكملين سهرتنا مع حضراتكم في الاهلي في المونديال
بعد تأهل النادي الأهلي للدور قبل النهائي لملاقات بطل القرن في أوروبا ريال مدريد إن شاء الله أمام النادي الأهلي يوم الأربعاء القادم. خلينا نكمل بقى بقية فقراتنا في هذه الحلقة الممتعة الحقيقة، ونستقبل ضيفنا الكريمين أستاذ كريم سعيد. حلو الأستاذ دي؟ حلو قوي. عشان أنا بقوله دكتور، ما بقتش أقوله دكتور حتى. ازيك يا كابتن إسلام؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير طبعا لكل محبي النادي الأهلي والكرة المصرية. والله ألف مليون مبروك للنادي الأهلي طبعا النهارده. حلوة الكرة المصرية دي برضو، لأنه دي مصر. هذه هي كرة القدم وهذه هي الأخلاق. النهاردة بيتقال النادي الأهلي المصري هزم سياتل الأمريكي. صح. النهاردة بصراحة بنشكر برضو القائمين على السوشيال ميديا في نادي سياتل على التهنئة والمباركة. يعني النهاردة شوف النهاردة التجاوب المعمول ما بين الكرة الرياضة المصرية. صحيح. والرياضة في العالم. صحيح. الناس تتكلم مع بعض، وده أوكلاند بيبارك نادي الأهلي. نادي الأهلي اسمه واصل أوكيانوسيا، خلصنا أوكيانوسيا، رحنا أمريكا الشمالية، خلصنا أمريكا الشمالية، هنروح اليومين الجايين لأوروبا. احنا اوريدي في أوروبا، احنا اوريدي في أوروبا يعني كمان. في أحلى من كده؟ صحيح. ما نفرح كلنا، ما إيه المشكلة؟ مصر كلها تفرح. ليه يعني؟ خلونا نستغل الحاجات دي. فرقة ضعيفة. كل مصر تفرح. يا راجل ده فرقة ضعيفة يا راجل. وحش. يا راجل ده كلام برضه. سبحان الله. يعني مش حد هيطلع يقول كده. خلي بالك يا كابتن إسلام، في عندي رسائل كتيرة موجهة لحضرتك. ليه أنا؟ آه والله، من ساعة الماتش ما خلص. اتفضل. اسأل لنا كابتن إسلام حلقة نقاط قوة ونقاط ضعف ريال مدريد امتى؟ حقي ولا مش حقي؟ الله. حقي ولا مش حقي؟ انا راجل إدارة القناة اللي انا شغال فيها جابت لنا ان احنا نقدر نتكلم مع ريال مدريد ناخد. لا احنا عندنا دلوقتي ان احنا يعني ان شاء الله في تعاون مشترك ما بين قناة النادي الاهلي وقناة ريال مدريد. هيحصل ايه؟ هم هيدونا كواليس ريال مدريد واحنا هنديهم كواليس النادي الاهلي ابتداء من يوم 6. فانا من حقي، انا بتكلم اهو عن ريال مدريد. جميل. مش بتكلم عن اي فريق اخر، لا انا بتكلم عن ريال مدريد. صح. فبالتالي من حقي ان انا اقول نقاط الضعف ونقاط القوه وعندهم قوه، واقول رودريجو واقول كذا ناتشو. ناتشو ناتشو عندهم احمد طبعا بنرحب بيك كمان. انا ما بحضرش احمد. بنرحب بيك يا احمد طبعا. احمد ثابت محلل الرياضه ويعني خبير بالارقام والاحصائيات، بنرحب بيك. في انا شايف انها يعني ليله سعيده على المصريين كلهم وخاصه جماهير النادي الاهلي. ورايك اولا في المباراه النهارده، لان هتكلم على ريال مدريد وكل الناس عايزه تتكلم على الريال، بس اعرف برضو رايك النهارده في المباراه امام فريق سياتل الامريكي. خليني الاول نقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، ومساء القاضيه ممكن عليكم كلكم كده. انه الاهلي يا ساده. القاضية الثانية وكان الدقيقة كم؟ 87 والنهاردة برضو 87 نفس الدقيقة. فالأهلي المونديالي، الأهلي اللي بيقدم العظمة، الأهلي اللي هو النهاردة الحمد لله بقى تاني. عايزك تسيب الموضوع ده قدام شوية عشان عندي لقاء مع قفشة. فكان لازم أقوله بعد، لكن ماشي كمل كلامك بعدين ناخد لقاء مع قفشة. الأهلي النهاردة اللي عامل شوية أرقام كويسة، تاني أكتر نادي حقق فوز في المونديال بعد ريال مدريد، أكتر نادي تأهل لنص النهائي، اكتر نادي حصد البرونزيه، اكتر نادي حافظ على نظافه شباكه في المونديال. ففي ارقام الحمد لله كويسه جدا النادي الاهلي محققها. بالنسبه للمباراه انا بشوف ان مارسيل كولر يا جماعه مدرب كبير قوي، مدرب كبير قوي. سيبك من اي حد هيقول لك اصل المنافس ضعيف، اصل مش منافس، ايه اللي ضعيف؟ ده فرقه جامده جدا، فرقه قويه جدا وقويه جدا على المستوى البدني. مارسيل كولر اولا احنا كان قبل الماتش 3 ايام بس، فانت كان عندك نوع من الارهاق يعني يعتبر برده، وهم جايين الراجل مذاكر الفرقه كويس وعارف ان هم لسه في فتره اعداد وان هم هيقعوا الشوط الثاني بدنيا. ومذاكر الفرقه بطريقه كويسه جدا وعارف ان هي نقطه قوتهم في الاثنين اللي ناحيه اليمين اللي هم الاخين، والحاجه الثانيه صانع الالعاب بتاعهم رقم 10 وبيضم عليهم، فبيبقوا ثلاثه ناحيه اليمين بيعملوا جبهه يمين قويه. فهو فكر الناس كلها لما شافت التشكيل كان فيه مفاجات الثلاثه اللي قدام، طب ليه وظف طاهر؟ ليه ما حطش احمد عبد القادر في الحته دي؟ لان طاهر قدراته الدفاعيه بدنيا كويس، مع انت بتلاعب فرقه بدنيا بمنتهى القوه. يا ريت حتى لو نعرض الصور هوري لحضراتكم الفرق ما بين الاداء في الشوط الاول والشوط الثاني عشان الناس تعرف قيمه مارسيل كولر الفنيه. مارسيل كولر الشوط الاول لا وقد ايه قيمه برضو محللين الاداء اللي معاه. خلي بالك لا طبعا. لا لانه انا بالنسبه لي
القصة طبعا طبعا في مارسيل كولر هو اللي بيضع الأفكار والمدرب اللي معاه ده مصنف، ولكن المجموعة اللي معاه مجموعة عمل رائعة جدا ان هي تقول لك لا لازم تبدأ بهذا الشكل. صح. في الآخر قراره صح، لكن هو منظومة عمل جماعية. بص حضرتك ده في الشوط الأول، احنا في الشوط الأول النادي الأهلي تقول لك الأداء ما كانش حلو، كان في بعض الحاجات ممكن تقول، لكن الأداء ده مارسيل كولر هو اللي كان عايزه كده، عايز يسري يعني يمشي المباراة، بسير المباراة تفضل ماشية بحيث ان الفرقة تتعب في الشوط الثاني، فأنا بلعب بالضغط في وسط الملعب. هنا حمدي فتحي كان هو اللي بيعمل دور الرجل الثالث، هو اللي بيضغط مع كهربا قدام، وادي هنا بص حضرتك الجبهة، بص لا هات الجبهة اليمين، ايوه الجبهة اليمين بتاعتهم اللي هم الأخوين، بص هنا طاهر فين؟ دي لقطة الشوط الأول، دي طاهر بيرجع مع راجع مع معلول مع الباك رايت بالظبط، ومعلول هو اللي بيضم مع الجناح اليمين، فدي تعليمات مارسيل كولر، غير ان ديانج بيروح لهم والسوليه بيروح لهم عشان اقفل الجبهه اليمين القويه اللي هي اقوى جبهه في فرقه سياتل الامريكي. ايوه فده في الشوط الاول، يعني بص المنظر ده، حمدي فتحي هنا عمل دور، ليه برده ما بداش بقفشه؟ ليه بدا بثلاث ارتكاز حمدي فتحي؟ لان انت بتلعب فرقه ممتازه في الجانب البدني، اقويه بدنيا، فانت محتاج واحد الورك ريت بتاعه عالي، يعني كان بيقدر يعمل دي، وكان يقدر يعمل كمان ضغط على السرد باك لو في حاله احنا بنضغط الهجمه بالظبط. بس كان برده هنا الشوط الثاني بص حضرتك كام واحد في ناحيه اليمين، 1 2 3 4 4 ناحيه اليمين، فطاهر فين؟ طاهر هتلاقيه واقف ورا معلول، فده دي تعليمات واضحه من مارسيل كولر. طب الشوط الثاني ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ هو الراجل عارف ان هم لسه في مرحله يعني في فتره اعداد او لسه في اول ماتش، بدا عكس بقى الشوط الثاني، بص حمدي فتحي راح فين؟ بيضغط عالي في الشوط الثاني، ليه؟ لان انا متوقع ان الفرقه دي بدنيا هتقع في الشوط الثاني، وبالتالي بدات ان انا اضغط عالي، اهو حمدي فتحي بدا يرحل. الحاجه الثانيه بقى نقطه التحول في الدقيقه 63 مع نزول قفشه، ليه اختار قفشه وعبد القادر؟ هو عايز لعيبه كوره، لعيبه هتقدر تمسك كوره بشكل كويس، لعيبه حريفه، احمد عبد القادر، قفشه، تقدر مع بيرسيتا، وحتى فضل مصر على بيرسيتا، ورغم ان حسين الشحات ما كانش مصاب ولا اي حاجه، يعني بيرسيتا موجود لعيبه كوره. بص هنا حضرتك الضغط، حمدي فتحي بيضغط، كهربا بيضغط، ده الضغط في الشوط الثاني، فالفرق في التفكير في سياسه الضغط ده فكر مدرب. بص هنا قفشه، هوري لحضرتك او لحضراتكم، شوف الهدف في سر، يعني ده طبعا مع نزول قفشه، هنا قفشه بيعمل الدور اللي كان بيعمله مين؟ حمدي فتحي. بس الفرق برضو يا احمد ان من النواحي الدفاعيه كان حمدي بيضغط وقفشه نازل بيضغط، لكن من النواحي بقى وانت معاك الكوره ما كانش قادر حمدي فتحي انه يعمل الادوار، ان هو ازاي الهجوميه يعني ازاي حد بول كارير، يعني يمسك الكوره ويتحرك، يمسك الكوره ويتحرك ويعمل بيها هجمه. بص حضرتك هنا بقى دي اللعبه اللي قبل الجون، يعني اللعبه دي اتكررت، لعبه الجون اتكررت. هنا برضو قفشه بيتحرك في عمق الملعب في مساحه فاضيه، كمل، هتلاقي هنا لعبها لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر لعبها لقفشه من نفس الحته، جون حلو قوي. دي اللعبه اللي قبل الهدف. ايوه قبل الهدف دي كانت حلوه قوي، اللي هي جنب القايم، اللي هي جنب القايم دي اهي بالظبط جنب القايم. هات بقى لعبه الهدف. بص انا قفشه بالنسبه لي لازم، انا وجهه نظري وحش كويس على الاقل بيعمل كوره في الماتش يوديك للجول. صح بصراحه وجهه نظري. بص حضرتك هوري حضرتك حاجه هنا في الجون، الجون مين طبعا مين اللي بادئ الجون يا كابتن اسلام؟ قفشه. بص هنا كمل اللعبه، هات الصوره اللي بعدها. هنا طبعا فرقه سياتل واقفه في وسط ملعبها في الدقيقه 86. هنا بص هنا الضغط بتاع لعيبه النادي الاهلي، مين اللي قطع الكوره يا جماعه؟ في الدقيقه كام بقى كمان؟ في الدقيقه 87. صحيح. الكاونتر بريسنج الممتاز بتاع لعيبه النادي الاهلي والضغط في الشوط الثاني هو سر الانتصار، عكس الشوط الاول، الشوط الاول ما كانش فيه ضغط عالي. انت هنا عامل ضغط اهو، قفشه اللي قطع الكوره يا جماعه، قفشه اللي قطع الكوره بتاعت الهدف دي، قطعناها في 4 ثواني و4 جزء من الثانيه، نجحنا ان احنا نقطع الكوره. كمل، بص دي كره الهدف، ارتدت على طول، قفشه قدر ان هو يشوط، خبطت في القايم. بعد كده قفشه تابعها، طبعا ده من مسافه 22 متر، فانت بتتكلم في ان قفشه دي برده الكوره ممكن يقول لك الكوره فيها مثلا سنه حظ، فيها ده برده كانت ممكن تدخل من الاول، بس خلي بالك فيها كمان ريسك، يعني كان لازم يلعب الكوره كده، الكوره جايه عاليه عامل فولي، حط الكوره بريسك، خبطت في واحد ودخل، فده يعني في شكل هجومي اتغير بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى الدفاع، على المستوى التكتيكي كان في ادوار واضحه جدا يا كريم كمان للاجنحه، يعني طب. ليه علي معلول ما هاجمش كتير، وليه الناس بتتكلم ليه هاني ما هاجمش كتير؟ خليني يا كابتن هاني اخدك من الجهه الاخرى، من عند شميتزر المدير الفني لسياتل، هو واضح جدا جدا هو اتفرج على الاهلي مش في المونديال بس، في مباريات في الدوري في الموسم ده مع كولر،
هم نزلوا اول مباراه بيلعبونا ب 4-2-3-1 وبنزعه هجوميه، وطبعا وكان واضح جدا جدا هم مختلفين مع اوكلاند. حضرتك تفتكر احنا في مباراه اوكلاند قلنا فريق اوكلاند هيبدا معانا زون ديفنس، وفعلا اوكلاند بدا معانا زون، كان فعلا فرقه خايفه مننا طول الوقت واحنا قدرنا. بس يعني برضو معلش عشان اوكلاند ده برضو اتقال ان هو فريق ضعيف، اه طبعا فريق ده اقل من النادي الاهلي وانا مؤمن بهذا الامر، ولكن النادي الاهلي في هذه المباراه واحده من افضل المباريات للنادي الاهلي اللي انا شفتها من بدايه السنه. وبنلعب كولر من مدرسه جوزيه ومدرسه فايلر، بيقسم الماتش وهندي دليل ان يعني هو بيقسم المباراه. انا بس عايز ابدا من عند شميتزر عشان نوري للناس برضو زي نادي سياتل، بخلاف طبعا هو عنده مهارات فرديه كويسه، لكن الفريق بدنيا قوي جدا، فريق بدني منعنا من احنا نخترق من العمق طوال 45 دقيقه الاولى، واجبرنا ان احنا نروح للاطراف ونلعب هو عايز العرض يعني. هو عايزه، واحنا برضو عملنا معاهم كده، واحنا برضو منعناهم ان هم يخترقوا من العمق، وعنده بلاي ميك قدرنا نقفل عليه واجبرناهم يلعبوا على العرضيات ويلعبوا على الكرات الثابته زي ما راح اوكلاند. ثابت بقى النقطه مهمه جدا ان في الفكره بتاعت كولر ان هو عايز يزقه للشق البدني في الشوط الثاني، لان الفريق برضو بني ادمين وبشر ما لعبوش مباريات رسميه بقى لهم فتره لسه بدايه الموسم. صح، احنا عندنا ميزه عنهم ان احنا احنا لحد ما ممكن نقول احنا في منتصف الموسم بتاعنا. توقيت الثلاث تغييرات في الشوط الثاني يؤكد بما لا يدعو للشك ان مارسيل كولر كان مقسم المباراه شق اول وشق ثاني. انا عايز اوصل للشق الثاني ده وانا اتليس 0-0 مش هزعل. ليه؟ لان النهارده الجهد البدني عند فريق سياتل 1000000% هيقل. يعني انت بتقول انه هو عامل بلاننج اوريدي 1000000% في الدقيقه 60 انا 1000000% الاسلام نفكر يفتكر كده معانا مع بعض ماتش الاهلي والصفاقسي في رادس الدقيقه 40 اكوتي هيطلع بالمباراه ده حاجه متفق عليها، احنا متفقين بره مظبوط. في الدقيقه 40 اكوتي هيطلع وعماد متعب هينزل. لا لا، هو قال حتى جوزيه في الوقت ده قال ايه؟ قال يا جماعه التغييرات اللي هتنزل هي اللي هتكسبنا الماتش، اللي هو عامل بلان وحاطط وعارف مين اللي هيخرج وفي الدقيقه كام. طلع صديق ونزل شيتوس، محمد صديق كان بيلعب سيرد باك فطلع صديق ولعب اربعه بالظبط. احنا من مراته القليله بالظبط صح صح الاهلي يعني في الفتره بدانا المباراه ثلاثه وفنشناها باربعه لانه طلع محمد صديق وحط صحيح وخلانا نقف شويه بالظبط في لما جبنا الجون، فبدات انا اخش كسرد باك ثالث وباك رايت يعني قللت من النواحي الهجوميه شويه بالظبط. المباراه النهارده شبيهه مباراه الصفاقسي في حته مباراه الصفاقسي، متسيد تقريبا الشوط الاول ومضيعين فرص كل حاجه. اول ما عماد متعب نزل بدل اكوتي في دقيقه 40 الشوط الاول الموضوع اتغير، وبدانا الشوط الثاني احنا بنلعب في استاد القاهره، ماتش بيخلص 1-0 بجون ابو تريكه، بس الجون الماتش الشوط ده يخلص اقل حاجه 3-0 للاهلي. نفس الفكره الشوط الثاني بدا سياتل يعتمد على الكره الثابته، والفول باك بيروح نص ملعب النادي الاهلي عشان حاجه واحده، ياخد الضربه الركنيه، بيخبط الكوره في لعيب النادي الاهلي عشان يلعب الضربه الركنيه ويطلع اثنين مساكين ويحاول يقطف الهدف من الضربه الثابته. احنا بقى كنا مستنيين ده كمان، نقطه مهمه جدا يا كابتن هادي، سرعه التحول الدفاعي للهجوم للنادي الاهلي كان سريع جدا. احنا كذا كاونتر اتاك رايحين تقريبا بنفس عدد اللاعبين او اكتر، حتى الكره بتاعت بيرسي تاو اللي جت في الصوره يا ريت نجيبها تاني، في كره بيرسي تاو واقف في الناحيه اليمنى وبيمر. تعال نبص على نص الملعب، اربع لعيبه من النادي الاهلي اربعه وهم خلاص خط النص بتاعهم كله اتضرب، احنا كنا في زياده عدديه مش قادرين يرجعوا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الفريق لسه في بدايه الموسم، ما يقدرش النهارده هو قدام النادي الاهلي وقدام بطل افريقيا يقدر يلعب جيم بدني بدايه من الدقيقه 60، صعب جدا. وبالتالي احنا النهارده بدانا نضغط والحمد لله كمان في وجهه نظري يعني الهدف جه في توقيت كويس. احنا مش عايزين صحيح ناخد نص، احنا بنص ساعه لو كنا رحنا لها كنا احنا نبقى افضل على فكره، يعني كنا رحنا الوقت الاضافي بس كان هيأثر علينا في ياثر يعني. احنا بقى بالظبط المباراه الجايه الحمد لله ربنا رحيم بينا، حتى لو بالظبط ربنا رحيم بينا احنا عشان نلعب نرتاح، نلعب 90 دقيقه نلعب 120 دقيقه، احنا هنلاعب فريق يعني حاجه ثانيه خالص، ستايل لعب وحاجه اسماء بنشوفها في التلفزيون، احنا رايحين نلعبهم ماتش رسمي. لا لا التلفزيون والبلاي ستيشن. لا والنبي انا عايز اقول دي والنبي. والنبي يا كابتن لا لا معلش انا عايز اقول دي بجد والله. قول احنا لاول مره في التاريخ هنلاعب ريال مدريد ماتش رسمي، مش ماتش ودي، مش دافعين لهم فلوس ولا جايبين شركه راعيه نقول لهم يا جماعه هتحطوا الناس دي عشان يلعبوا معانا ماتش.
ده بكره هنلعب وهناخد 2 مليون طيب. دولار انشيلوتي بكره، اسف انا عارف ان احنا معانا قفشه تقريبا بس بكره لا غير قفشه احنا معانا ماشي كمل انشيلوتي بكره اخيرا انشيلوتي بكره بعد نهايه ماتش مايوركا الساعه 3 بعد ما يتسال عن النتيجه وكل حاجه هيتسال في المؤتمر الصحفي رسميا عن مباراه القادمه قدام النادي الاهلي صح ده رسم طيب بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي وعلاميه النادي الاهلي واللي بيحصل مع النادي الاهلي خلينا نروح للمغرب مره اخرى ولكن مع اساتذتنا الحقيقه المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي هيكونوا موجودين معانا برضو نطمن منهم لان انا النهارده شفت حاجه غريبه جدا جدا يا كابتن هاني شفت المهندس عادلي اتفرج على الماتش ونازل وبعد الماتش عادي يعني زينا كده اللي انا واخده على المهندس عادلي ان هو دايما بيتفرج على الماتش في البيت او في الاوتيل او في البتاع عمره ما بيروح ماتشات يعني فالنهارده انا شايف المهندس عادلي وهو داخل يعني مبسوطين وبتاع وبيرقص وبيعمل فمعنى كده ان هو راح الماتش يا باشمهندس ازاي حضرتك يا فندم مساء الخير ازيك يا استاذ ابراهيم اهلا اهلا كابتن اسلام اهلا بك يا كابتن كابتن هاني كريم دكتور احمد اهلا بيكم اهلا بيك يا باشمهندس اهلا بيك يا استاذ ابراهيم الف مبروك باشمهندس يعني اسلام بيقول انك يعني مش متعود تروح الملعب والنهارده كنت متواجد في الملعب واكيد كنت سعيد جدا أيوة. بالاداء في الشوط الثاني خاصه فوز النادي الاهلي الصوت راح ولا ايه سمعنا احنا سامعينك يا باشمهندس حضرتك سامعنا ولا لا مفيش صوت ايوه الصوت واصل كده طب فصل هنحاول طيب. نرجع تاني قليلا وبعد قليل يعني هيجي لنا المهندس عادلي والاستاذ ابراهيم مره اخرى نطمن منهم برضو عن احوال الفرقه واللي بيحصل هناك والمغرب والامور وجمهور المغرب والمسانده المغربيه وكل ما يخص الفرقه وكل ما يخص ووجهه نظرهم الحقيقه في المباراتين السابقتين ووجهه نظرهم ايضا فيما يقال عن ان المباراه السابقه هي مباراه مش عارف انا الناس اللي بتقعد تقول لك مباراه ضعيفه ومباراه مش ضعيفه يعني مباراه ضعيفه يعني ماشي احنا مباراه ضعيفه بس هنلاعب ريال مدريد وانا انا هقول ايه ما هو يعني 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 الفكره هيتقال ان هو عنده اصابات هيطلع اي قصه يعني لا قدر يعني هيطلع اي حاجه يقعد يقول لك ايه اي موضوع في اي حاجه في اي بطاطا يعني ما طيب نرجع مره اخرى للمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم انا عارف ان احنا مسهرينكم وانا عارف ان انتوا عايزين تناموا وانا عارف ان انتوا تعبانين واليوم طويل وكل حاجه ولكن جمهور النادي الاهلي كله ينتظر دائما المهندس عادلي والاستاذ ابراهيم في اولا طمنونا على احوال الفريق ده اولا ثانيا مباراتين في غايه الاهميه سواء اوكلاند سيتي او مباراه الفوز النهارده في مباراه سياتل يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم ثم بعد كده بقى تكلمونا عن الدور قبل النهائي ومباراه بطل القرن في اوروبا ضد بطل القرن في افريقيا. طيب انا هسمح كالعاده كده للاستاذ ابراهيم انه يبدا وانا هعقب. طيب انا هبدا والنبي يا كابتن اسلام بعد ما ببس عليكم على الكابتن هاني والدكتور احمد وكريم. انت اشرت لنقطه مهمه انا كمان عايز اسال فيها المهندس عدلي جاب الثقه دي منين عشان يعمل العمليه الانتحاريه دي ما انا مش عارف بصراحة. انه يروح مباراه مش عارف ما انا ما انا عايز اعرف انا لقيته بقول لك ايه يا استاذ ابراهيم انا لقيته طنش الثقه كلها دي منين طب نسال هو شخصيا يا كابتن بقول له وانت ناوي تروح الماتش فبصيل قال لي قلت له بجد يعني قال لي طب ما قول لنا السر عايز اعرف هو جاب الثقه دي منين يعني والله السر هو المسؤولية يا كابتن إسلام مش معقولة إن أنا بطالع كمسؤول وما يعني ما أروحش الملعب وأشوف الدنيا على أرض ماشي. الواقع وخلي بالك إنك إحنا يعني دلوقتي تجربتنا كشركة أنا رايح يعني كرئيس مجلس إدارة شركة الكورة يعني كان ينبغي إن أنا ألتقي بقى بالقيادات بتاعه الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي طبعا ونتبادل الخبرات والاحاديث فلا في شغل كتير كان يستوجب ان انا لازم اروح الملعب انا رحت الماتش ده والماتش اللي قبليه وحاجه غريبه جدا لما تكون مسؤول ورايح تتفرج والله الدنيا بتهون وبتمشي وبتعدي وبتبقى زي الفل طيب عايز اعرف كمان وهو موجود في المقصوره الرئيسيه ايه اللي حصل بينه وبين
وفد سياتل ساوندرز الامريكي، انت اعتقد كلمتهم بعد المباراه؟ هم عملوا حاجه لطيفه جدا. استنوا وهم واقفين في المقصوره بتاعه يعني الفي في اي بي، لما فرقتهم خارجه وقعدوا يسقفوا لهم واحد واحد لحد ما دخلوا اوضه اللبس. الموقف ده لفت نظري، يعني ازاي هم كانوا مقدرين جدا ان الاداء المشرف للفرقه بتاعتهم في اول مشاركه ليها في كاس العالم للانديه، وهم حتى طريقه تشجيعهم طول الماتش كانوا بيشجعوا بهدوء وسعاده، يعني حتى تعرف الماتش مشي على كذا وتيره، ابتدينا احنا سيطره هم مضطربين جدا، وشويه شويه في نهايه الشوط الاولاني اخر ثلث ساعه سيطروا بشكل هائل على الشوط الاولاني وحتى نهايته، ولكن في الشوط الثاني الاهلي استعاد زمام، ويعني وكانها كانت خطه من كولر، يعني ازاي يستدرجهم ويخليهم يبذلوا الجهد المضاعف في الشوط الاولاني ويعمل تغييراته ويقدر يستحوذ على الشوط الثاني. لكن هم في حتى في الشوط الاولاني يمكن هي فرصه وحيده اللي قلشت من لعيب من على حرف ال 18 كده وراحت بغرابه بعيد عن الجون جدا، لكن 7-8 ضربات ركنيه، لا كان في ضغط في جامد جدا. استنيتهم بقى وهم خلصوا تسقيف فوقفت اسقف معاهم، عجبني جدا، عجبني هذا المفهوم الرياضي الراقي. وبعدين قلت لهم انتوا الحقيقه يعني اديتوا اداء محترم وكنتوا فريق متعب جدا، واحنا يعني صدرتوا لنا وقت صعب، فقالوا لي انتوا الاهلي هو اللي فريق قوي وفريق قوي جدا وفريق محترم، واحنا كنا عارفين ان احنا هنواجه فريق منظم جدا. الماتش كان عاجبهم وما زعلوش من اداء فرقتهم، بالعكس كانوا مبسوطين، ودي الروح الرياضيه الحقيقه بتاعت كرة القدم. وده بأكد عليك يا باشمهندس، التويتة يعني النادي طلع تويتة بتهنئ النادي الأهلي بشكل كبير جدا وبتقول احنا كان لينا الشرف، يعني بالترجمة كان لينا الشرف ان احنا نلعب أول مباراة لينا في كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا وبطل القرن الأفريقي، وبالتالي زي ما أنت بتقول يا باشمهندس الناس عارفة قيمة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. هنا بقى عايز اتوقف لحظة قدام المعنى ده، لأن المعنى ده اترجم من خلال الحضور الجماهيري الضخم اللي معظمه كان بيشجع النادي الأهلي من أول ماتش وحتى هذه المباراة، رغم إن النهارده الوداد كان بيلعب والهلال كان بيلعب، لكن الحضور كان كبير جدا وكان يعني بيشجع النادي الأهلي بشكل واضح، وده دليل على ان النادي الاهلي اصبح بيحظى باحترام ومكانه لافته، يعني هو ما بقاش ضيف شرف في البطولات دي، بالعكس بيروح وهو احد المرشحين، بيروح وهو عامل حاله جماهيريه جميله، فاحنا كنا مبسوطين وحاسين بشيء من الفخر والسعاده، لان ده اللي يليق الحقيقه بسفير الكره المصريه وبالكره المصريه ومكانتها. يعني يعني ابراهيم حتى كان بيتواصل مع مجموعه كبيره من المصريين، يمكن يقدر اقول لكم برضو اللي كانوا جايين من اوروبا ومن امريكا، يعني احب اسمع منه قالوا له ايه. يعني الحقيقه يا باشمهندس انا اكتر حاجه لفتت نظري في اليومين اللي فاتوا الاقبال الكبير جدا يا كابتن هاني يا كابتن اسلام من شخصيات وناس عرب، يعني مصريين عايشين في اوروبا كله جاي على طنجة علشان يتفرج على ماتش الاهلي. حضر دكتور عراقي بلجيكي اسمه الدكتور عبد الصمد الدليمي، الراجل جاي من بلجيكا وهو عراقي. طب انت يا عم ايه علاقتك بالاهلي؟ قال لك ابويا درس في الازهر وعلمنا حب الاهلي، ارتبطنا من 20 سنة بحب الاهلي. فالراجل ما صدق لقى الاهلي في طنجة فجاي مخصوص من بلجيكا، كل هدفه وكل امله عايز فانيله الاهلي لانه مش عارف يشتريها منين، دور على كل الستورز اللي هنا في المغرب ما لقاش فيها فانيله الاهلي، فعايز
يروح المباراه وبيروح بفانيله الاهلي، قال لي انا سايب شغلي في بلجيكا وجاي مخصوص عشان الاهلي. على فكره دي حالات كتيره اتكررت لناس مصريين وعرب جايين من اوروبا، اللي جاي من باريس واللي جاي من هولندا واللي جاي من المانيا، كلهم جايين علشان الاهلي. بس لا حاجه ايطاليا وانجلترا بس يعني. دي كمان حاجه، انما الحاجه الجميله بجد الاخوه المغاربه، الاخوه المغاربه يا جماعه دول فعلا اللي اكتشاف كبير جدا ليهم في علاقتهم مع النادي الاهلي. زي ما المهندس عادل اشار، الوداد ده النادي الكبير، نادي صاحب الشعبيه الاولى، فلما يبقى عنده مباراه مهمه النهارده مع الهلال وتبص تلاقي الناس سايبه ماتش الوداد وجايه تحضر ماتش الاهلي، الاستاد كان فيه 330,000 وكسر يعني 600 تقريبا. فانت يكون عندك 30,000 واحد مغربي جايين باسرهم، وكانت اللافته حكايه الاطفال، لانك قاعد جنب مني انا والكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، اسره مع طفل، والطفل يقول لك الاهلي هيربح واحد، الاهلي هيربح واحد من اول الشوط الثاني. فكان فكره ان الاخوه المغاربه جايين باسرهم وباطفالهم لمؤازره الاهلي والثقه في الاهلي دي كانت مهمه جدا. بعد المباراه وهم بيحيوا للاهلي وبيهتفوا باسم الاهلي، الحقيقه كانت لفته طيبه جدا جدا. طيب برضو عشان اسمع راي حضراتكم في سؤالي القادم، وهو هناك من يقلل من انجازات النادي الاهلي خلال المباراه السابقه ومباراه النهارده، برضو حابب اعرف رايكم في هذا الامر، على الرغم من ان هو مش موضوعنا قوي، لكن انا دايما بحب اسمع راي المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم في هذا الامر ده اولا. ثانيا يا كابتن اسلام، اتفضل يا باشمهندس عدلي. كابتن اسلام اتفضل. احنا الامثله المصريه بليغه جدا. يعني كان زمان يقول لك عواجيز الفرح، اللي يبقوا معزومين ومدعوين ورايحين وكل اللي خرجوا بيه من الكرم اللي بيتقابلوا بيه، التعليق على البوفيه والتعليق على العروسه وفستانها، فانت فاقد الشيء لا يعطيه، هم مش هيقدروا يدركوا حجم اللي فايتهم الا لما ربنا ياذن باذن الله ويعيشوا هذه الاجواء. فانا مش عايز نضيع وقتنا كتير قوي، احنا مش في مكان نرد بيه على حد جدا. احنا نستمتع بنادينا ونؤدي واجبنا ونشرف بلدنا، ويكفي ان كل البعثات الدبلوماسيه والسفارات اللي بنتعامل معاها كيف تنظر النادي الاهلي، والسفير كان موجود النهارده وكان سعيد جدا باللي بيحصل مع النادي الاهلي. ايوه يا جماعه انتوا اللي موجودين تفخروا جدا، انما هيقول لي اصل المستوى، مستوى ايه؟ ما هو على الاقل وصلوا هنا، يعني اضعف الايمان المستويات اللي مش عاجبه حد دي وصلت هنا بتلعب في كاس العالم للانديه. احنا بنلعب ابطال قارات، يعني مش الفريق الامريكي ده، فريق متعب جدا جدا ومنظم جدا، وقيمته التسويقيه يعني 49 مليون يورو، ضخمه جدا يعني. ايه 49 مليون يورو. يعني انتوا معاك كريم ودكتور ساب يقدروا يقولوا لك القيمه التسويقيه بتاعته كام؟ 49 يعني. مليون يورو. طيب يعني ضعف النادي الاهلي. ضعف النادي الاهلي، فانت واربع اضعاف اي نادي بعد النادي الاهلي. فالمساله الناس دي يعني مش جايه تهزر، واحنا شفنا حجم الجري وحجم المجهود اللي اتبذل في الملعب من الفرقتين، ويكفي ان النادي الاهلي استطاع، ولو لم يكن الاهلي على هذا القدر من الاستعداد البدني والفني والانضباط الفني، وان هم يقدروا يطبقوا بسرعه توجيهات المدرب في اوضه اللبس، ما كناش قدرنا نلملم نفسنا في الشوط الثاني بالطريقه دي ونسيطر على الماتش ونكسب بجداره. يا جماعه الاهلي فاز بجداره واضحه في المباراتين، فاحنا ليه نتضايق ان حد غير، يعني معلش يعني سيب غيرك يتضايق منك او يغبطك او يحسدك، وقنا الله من شر الحسد يعني، وانت امضي في طريقك واشتغل واعمل اللي عليك. وانا ضد ان احنا نقعد نتبادل الكلام اللي ملوش لازمه، لانه هيعطلنا. تعرف انا لما شفت الجماهير المغربيه، انا قلت لابراهيم امبارح، قلت له والله احنا مضيعين وقتنا كتير جدا، احنا بنقعد نرد على حاجات ما ينبغي ان تشغلنا، احنا مكانتنا يعني عند الخارج
عالية جدا جدا، هو ده اللي يهمنا. والحمد لله الصورة كل يوم بتزداد احترام وتزداد الناس تزداد معرفة بقيمة النادي الأهلي وتقدير النادي الأهلي وقيمته، وده يكفينا. الحقيقة كابتن إسلام في مسألة الكلام على مستوى المباريات أو مستوى البطولة أو طبيعة البطولة، هي الناس مش عايزة تاخد بالها إن دي بطولة أبطال القارات. يعني من شيء طبيعي جدا إنك أنت لما تلعب بطل الأوقيانوس هيبقى المستوى أقل، لكن كمان لما تلعب بطل أمريكا الشمالية اللي الأول مرة يشارك في البطولة وبيشارك بعد ما أنهى سيطرة الأندية المكسيكية على البطولة، فأنت هنا بتتكلم على بطل قارة. والله مش عاجبك، ما هو أنت في كأس العالم، كأس العالم للمنتخبات، لما بتلاقي منتخب جاي مثلا من قارة أصغر شوية أو حتى من قارة أفريقيا أكيد مستواه مقارنة ببقية أبطال القارات التانية أو ممثل القارات التانية هيبقى أقل منهم بكتير. فأنت هنا بتتكلم على مستويات الأبطال القارات المختلفة من خلال دوري أبطال كل قارة. فأنت بتلعب بطل دوري أبطال الأوقيانوس وبطل أمريكا الشمالية وهتلعب بطل أوروبا وهكذا. فأي حد بيتكلم على المستوى، هو أنت يعني فاهم أن بطولة القارات لازم كلهم يجوا من أوروبا؟ ما هو ده الجهل الحقيقي، بس هو جهل ممزوج بنوع من الحقد والغل والحسد وحاجات تانية خالص. فزي ما المهندس عدلي قال خلاص دعه يعمل دعه يمر، خليه يولي كل واحد ينشغل بنفسه. وصدقني لو كل الفرق بتاعتنا وكل الأندية كل واحد انشغل بنفسه وركز في شغله وركز على تطوير شغله وتطوير فرقته أكيد هنكون في مكانة أحسن من كده بكتير. في النقطة ديت برضو عايز أقول يعني حاجة كده يعني حصلت معايا، وكان في صديق قاعد جنبي كان بيتكلم فرد عليه، أنا ما ردتش بصراحة، فصاحبي اللي جنبي بيرد على دوت اللي بيقول لك يا بطولة ضعيفة وبتلعبوا مين بتاع، قال له يعني أنت عندك حق بس أنا عارف إن أنتوا بتلعبوا تشيلسي 4-1 وبتلعبوا مانشستر يونايتد سبت واثنين، فعشان كده يعني فيعني خلينا ناخد من كلام حضراتكم ان فعلا يعني الرد دايما بيكون في الملعب. وعايز اقول لحضراتكم النهارده وانا بتكلم مع كابتن اسلام، اسم النادي الاهلي اللي مرتبط بمصر على كل الصحف العالميه، بنتكلم على اسبانيا، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على انجلترا، بنتكلم على امريكا، فكل اسم النادي الاهلي دايما الاهلي المصري. وقد ايه الفخر ان احنا بنشوف ان النادي الاهلي صحيح. بيقدم رساله على مستوى العالم، وده ده رساله النادي الاهلي. يعني في الظروف اللي فاتت قد ايه كانت قد يكون بعض الرسائل اللي واصله للخارج ان في عندنا مشاكل على مستوى كره القدم والرياضه، ولكن النادي الاهلي بيصحح هذه الرسائل بقيمته بكيانه بلعبته بمجلس ادارته بنتائجه من خلال تواجده للمره الثامنه في كاس العالم للانديه. يعني بس عايز اضيف حاجه، نذكر البطوله الرائعه اللي احنا ادينا امام البرازيل 4-3، كنا اكتر من ند في القارات في القارات كمنتخب بقى، وكسبنا ايطاليا وكان هنتصدر البطوله لو خسرنا 2-0 من امريكا. صحيح. فخسرنا 3-0. انا اسال سؤال بقى، امريكا يعني اللي كسبتنا 3-0 كمنتخب، امريكا ككرة قدم اللي بتروح كاس العالم بتتعب اي فريق يقابلها، لما يبقى بطل امريكا دي مش مالي عين الناس، يبقى ما تاخدش كلامه باي نوع من الموضوعية ولا القيمة اللي تستحق لعيبة. انك تناقشه كل اللي اربع لعيبة موجودين في الفريق ده لعبوا النسخة اللي انك تدعي له. صحيح. انت كل اللي تقوله له الله يكون في عونك يعني، وتطبطب عليه كده تقول له بس واحد الله، وتطبطب عليه وتقول له يعني خير غيرها باذن الله، والمره الجايه تشرفونا. شرفته ونورته. حلوه دي، نقول كده برضو شرفته ونورته. لانه طيب استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، المباراه القادمه يعني لسه كان ببص على تويتر ريال مدريد، الحقيقه كاتب على صفحته الرسميه ان هو سنواجه نادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير الساعة 8 بتوقيت أسبانيا والمغرب. الأكاونت
مليون فولورز، عليه 10 مليون ونص فولورز لريال مدريد يعني على التويتر. فيعني ده برضو ده رد على كل ما يقال في هذا الامر. عموما هنلعب مباراه مهمه، مباراه صعبه فيها كل شيء يخص النادي الاهلي، ولكن عايز اسمع برضو راي حضراتكم في هذه المباراه، بطل القرن في افريقيا امام بطل القرن في اوروبا. احنا سبقا لعبنا هذه المباراه بشكل ودي. ودي مظبوط، وما اقدرش اقيس المباريات الوديه بالمباريات الرسميه، لكن انا كان ليا الشرف اصطحاب الفريق الاسباني اللي هو فريق الاحلام بتاع ريال مدريد، وكان وقتها بمرنهم ديلبوسكي. وكان اول ظهور لزين الدين زيدان مع ريال مدريد كانت مباراته امام الاهلي. وفيجو بقى وراؤول وروبرتو كارلوس وحاجه يعني، كان فريق مذهل يعني. ورغم هذا النادي الاهلي، وكانت اول مباراه لمانو جوسيه، مستر مانو جوسيه مع النادي الاهلي في مصر، واستطاع النادي الاهلي يقدم مباراه هائله جدا، وكان فيها ند وكسب. ما بقولش ان ده معنى كده ان احنا يعني ده الطبيعي، خلينا واقعيين، ولكن ده اللي بيقول انك اذا اديت بجديه ليه لا. فاحنا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويعمل مباراه كويسه، ونتمنى لو ربنا وفقنا يطلعوا يقللوا من ريال مدريد وما عندناش مشكله. طيب انا عايز اقول لك يا كابتن اسلام، عايز اقول لك زي ما يكون مكتوب على الاهلي ملاحقه ريال مدريد، لانه الاهلي وهو بيضغط على ريال مدريد في لقب الاكثر تتويجا في البطولات القاريه في التاريخ، الاهلي كمان في بطوله العالم للانديه تخطى رقم برشلونه، ودلوقتي بيقترب من ريال مدريد في التحقيق 10 انتصارات، يعني الريال في الصداره عنده 10 انتصارات، الاهلي كده النهارده المباراه الثامنه، لكن الاهلي النهارده لعب المباراه ال20، واعتقد كريم سعيد ممكن ياكد او يصحح، المباراه رقم 20 في تاريخ البطوله، الاهلي اكثر انديه العالم مشاركه في هذه البطوله او اداء للمباريات بمعنى اصح. فانت بصدد ارقام كبيره جدا للاهلي في البطوله، ده مش معناه ان انا هخوض مباراه ريال مدريد اعشم الناس ان انا هكسب ريال مدريد، لكن خلينا يكون الخطاب المناسب جدا لتجهيز الفريق لمباراه زي ديت، عايزين نقدم مباراه كبيره تعبر عن قدراتكم وقدرات الكره الافريقيه والكره المصريه والنادي الاهلي، بعد كده النتيجه محدش يقدر يعني يقول ان انا هقدر اختزل كل الفوارق الكبيره اللي بينه وبين ريال مدريد في 90 دقيقه، لا، المنطق عشان بس ما نعليش سقف التوقعات جدا للجمهور، فالجمهور يبقى متوقع او مستسهل ان انت ممكن تكسب ريال مدريد، انت ممكن تكسب ريال مدريد لو عملت 1 2 3 4 5، خلاص خلينا نعمل 1 2 5 وبعد كده ان شاء الله تعالى اللي ربنا كاتبه هيكون، لكنه من الاول من دلوقتي نبدا نستسهل المساله فنصحى على واقع مختلف، لا، خلينا يكون الخطاب يعني الاعداد ليها والتاهيل ليها هادي شويه، نعمل مباراه كبيره تليق بالنادي الاهلي. هو الاستاذ ابراهيم لمس نقطه غايه في الاهميه، ان احنا ما نحطش فرقتنا بقى تحت ضغط التوقع، احنا مش عايزين نحط، خلينا بقى نلعب ريال مدريد ده باستمتاع، نلعب ريال مدريد واحنا مدركين ان احنا بنلعب افضل نادي في العالم حاليا، وبدون زي ما قال كده توقعات وضغوط وكلام من ده، لان طبعا هو اللي عمال يقلل لك من اي فريق هو مستني لك اي كبوة مع اي حد، عشان ما تلتفتش للتحفيل، ما تخافش من التحفيل، احنا كنادي اهلي تجاوزنا المرحلة دي بكتير جدا، وأصبحنا لا عايزين حد يحفل علينا أو نهتم، وبالتالي مش هنحفل على حد، هي دي الروح الرياضية، وهي دي إنك أنت ربنا كريمك حتى يعني من باب إنك أنت ما تقرص على غيرك عشان ربنا يظل يكرمك، وفي نفس الوقت إذا واحد قال لي اللي أنت بتعمله زي ما قلت لك
ربنا يهدي مش اكتر من النقاط المهمه يمكن الاستاذ ابراهيم قالها وانا اكدت عليها قبل لقاء حضراتكم، ان اللعيبه تستمتع بهذه الاجواء، تستمتع بمباراه رسميه امام نادي القرن الاوروبي وافضل الانديه على مستوى العالم. الاستمتاع ده مش معناه الاستهتار، ولكن الجزء كمان المهم جدا التعامل مع المباراه انها مباراه للتاريخ بدون ضغوطات. كل المطلوب منك انك تحترم الخصم وما تخافش منه. يمكن النقطه دي اللي اتكلمت عليها في مباراه البايرن الشوط الاولاني كان في احترام بزياده وصل لحد الخوف، واعتقاد الشخصي خبرات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الموجود اعتقد ده مش هيكون موجود. نحترم الخصم 100%، استمتع بالمباراه، قدم كل اللي عندك، قدم صوره طيبه للكره المصريه والكره الافريقيه توصل للخارج، والنتيجه بتاعت ربنا، فهو ده المطلوب خلال الفتره اللي جايه. ده تمام يا كابتن هاني، وده اللي المفروض يكون، واعتقد مارسيل كولر يعي ده كويس قوي، واللعيبه تعي ده كويس قوي، انه هي كل الناس عايزه منها مباراه محترمه تعبر عن قدرات لاعبتنا، تعبر عن قيمه النادي الاهلي، تعبر عن الكره المصريه والافريقيه، وبعد كده النتيجه دي بقى حسب ما تكون. لكنه الاصل في المساله زي ما انت لمست فعلا، من يعني طبعا احترام المنافس موجود، ده عندك احترام زياده، يعني عندك احترام زياده بيتحول الى نوع من الخوف والقلق شويه، لكن خلينا نقول لازم يكون عندنا ثقه في نفسينا، عندنا ثقه ان احنا نقدر نعمل مباراه كبيره، عندنا ثقه ان احنا نقدر نشرف النادي الاهلي والكره المصريه والافريقيه، والحسب ظروف الجيم وحسب ظروف الملعب زي ما تكون، بس على الاقل نعمل مباراه كبيره، لانه فعلا دي اول مباراه في التاريخ رسميه تجمع الاهلي بريال مدريد. هو انا بس كمان عايز اضيف نقطه لازم نفهمها، النادي الاهلي كان في تطوان وجه في رحله مش سهله بالاتوبيسات على طنجه، وهيسافر بكره الرباط عشان يقابل ريال مدريد بعد كده. فيعني احنا تحركنا كتير ولعبنا ماتشين، يعني باذن الله مستر كولر بيحاول يستفيد من كل العناصر اللي عنده، واستطاع ان يصل بمعظم العناصر بتاعته الى حاله معقوله من اللياقه البدنيه والفنيه، ونامل ان التوفيق يحالفنا واللعيبه تظل على حاله الثقه الحذره، يعني الخيط الرفيع بين الغرور والثقة، الخيط الرفيع بين الخوف والاحترام، كل دي يعني خبرات الفرقة بتكسبها، ومستر كولر عارف يتعامل معها حتى الآن بشكل جيد جدا. يعني استاذ ابراهيم، باشمهندس عادلي، يعني انا عارف ان انا بسهركم دايما او بنسهر حضراتكم معانا دايما، ولكن يعني كل جمهور النادي الاهلي دائما ما ينتظر المهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، وكلماتهم مهما كانت قليلة ولكن دائما تظل كلمات مؤثرة لكل جمهور النادي الأهلي. فأنا بشكركم جدا على تواجدكم، وبشكركم جدا اللي حضراتكم فضلتوا صابرين لغاية ما بعد نهاية المباراة، لأن أنا عارف أن النهاردة كان يوم طويل جدا جدا بالنسبة لكم، ولكن كل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر كلمات من المهندس عادل والأستاذ إبراهيم، وبالتالي يعني حبينا ان حضراتكم تكونوا مش معانا ولكن مع جمهور النادي الاهلي. فانا بشكركم على تواجدكم معانا وعلى انكم مستحملينا خلال هذه الايام. يعني لا، احنا اللي بنشكرك يا كابتن اسلام، وتحياتي ليك وللكابتن هاني رمزي وللصديق العزيز كريم سعيد والدكتور احمد ثابت، ودايما يا رب ملتقين ومتجمعين على انتصارات الاهلي وفرحه جماهيره ان شاء الله. يا رب يديم هذا التعب مع كل فوز، ومفيش احلى من انك انت تلتقي جماهير الاهلي وانت تشعر ان يعني النادي استطاع ان يحقق لهم قدر من السعاده. لا، ده احنا مستعدين قد كده 10 مرات. انا بشكرك جدا يا باشمهندس عادلي، انا بشكرك جدا يا استاذ ابراهيم، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم قريبا جدا جدا، ودائما نكون في فرحه ونكون دائما في سعاده. شكرا جزيلا المهندس عادلي القيعي، الاستاذ ابراهيم المنيسي من المغرب من طنجه زي ما حضراتكم
عارفين بعد نهاية مباراة النادي الأهلي مع سياتل. بما أننا كنا بنتكلم عن أمور خاصة بالفريق يا كابتن هاني، خلينا نطلع برضو نشوف ماذا قال مجدي أفشة النجم مجدي أفشة محمد مجدي أفشة بعد تحقيقه هدف المباراة في الدقيقة 88 والقضية الثانية ممكن كانت موجودة النهاردة. خلينا نطلع نشوف ماذا قال محمد مجدي أفشة لكل جمهور النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مع كريم سعيد وأحمد ثابت. مستمرين معاك يا كابتن اسلام الشاطر ومع كل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني بالتاكيد فوز مهم جدا، وزي ما بنقول الكل على قلب رجل واحد، اصرار وشخصيه وتحضيرات الحقيقه مميزه جدا. لعيبه النادي الاهلي لما بتقفل على نفسها تقدر تحقق اي شيء. انا معايا يعني واحد من اهم نجوم النادي الاهلي عنده اخلاص كبير جدا وربنا بيوفقه. انا معايا محمد مجدي قفشه صاحب الهدف الرائع والمميز جدا. ببارك لك يا قفشه لكل مجتهد نصيب، يعني ربنا بيوفق، الامور بتكون بعيده جدا، بتادي اداء مميز جدا، مبروك ليك النهارده. لسه ما حققناش حاجه لكن كلمني على الجيم النهارده، دقائق بسيطه لكن توفيق ربنا كان معاك، مبروك ليك يا قفشه. حبيبي كيمو طبعا الله يبارك فيك، تحياتي طبعا للكابتن اسلام، يعني اخويا الكبير دايما بصراحه بيكلمني ودايما بكلمه ودايما في ظهري، يعني بوجه له الرساله دي من معاك يا كيمو. طبعا اول حاجه الحمد لله على المكسب، انت عارف مكسب مهم، يعني قليل جدا لما الفرقه بتيجي كاس عالم كتير، انت عارف ده طبيعي بتاع الاهلي، لكن في الاول في الاخر لازم تقول الحمد لله. في تعب، لعبنا ماتش من يومين، لعبنا ماتش 90 دقيقه كان صعب جدا، ربنا وفقك. النهارده اللعيبه بتلعب شويه، ممكن يكون في ناس تعبانه طبعا، الله يكون في عونهم اللعيبه اللي لعبت الماتشين كاملين. زي ما انت قلت كده في الاول في الاخر، يعني اهم حاجه انك تكسب، واهم حاجه انك تكون كويس. انت ممكن في ماتشات ما تبقاش كويس، بس المهم انك تكسب، لان انت عارف النادي الاهلي بيلعب يعني من 50 ل 70 ماتش في السنه او 65 ماتش في السنه، فانك تلعب 65 بشكل كويس ده مستحيل، ده مستحيل طبعا. مستحيل اي حد بيعرف كوره او بيتابع كوره او مشجع كوره او لعب كوره يفهم الكلام ده طبعا. اللي مش فاهم كوره مش هيبقى فاهم ده، عايزك النهارده كويس بكره كويس، لكن ما بيحصلش طبعا في الحياه ان واحد يبقى دايما في احسن حالاته. لكن زي ما قلت لك اهم حاجه النهارده المكسب، مباراه كبيره، ببارك اللعيبة كلها والجماهير، الناس اللي بتيجي تأزيرنا هنا من المغرب، الناس اللي بتساندنا على طول، الحمد لله طبعا على المكسب، ومبروك لكل الجماهير. ويعني مش عايز اطول عليك، لكن تحياتي طبعا للكابتن اسلام وبشكره دايما عشان هو بصراحة دايما بيكلمنا ودايما في ظهري. يعني حب جمهور الحقيقة لأشقائنا المغاربة وهتافهم لعيبة النادي الأهلي وتحديدا قفشة بيمثل لك ايه، لان الحب ده مش موجود من فراغ، ده بالجهد الكبير وبالإصرار الكبير. قفشة والله يا كيمو بص، يعني هكلمك في حاجه كويسه، انت السؤال ده كويس برضو، يعني انا ما يعني انا ما عنديش مشاكل مع حد اصلا خالص، ولا بره الملعب ولا جوه الملعب، وحتى لو حصل حاجه في قلب الملعب قشطه، الملعب الماتش خلص وخلاص فالدنيا بتقفل وبتاع، لكن بره الملعب الحمد لله علاقتي كويسه بالناس، حتى لو في حد مش قريب مني جدا لكن ما فيش بينه وبينه اي مشكله ولا اي حاجه. الحاجه الثانيه الجمهور، يعني انا جمهور الاهلي من ساعه ما انا جيت النادي سواء في مصر او بره مصر، انا دايما الناس دي بتشجعني، دايما الناس دي بتنادى عليا، دايما الناس دي بتشاور لي، انا دايما بشاور لهم، بقول لهم انتوا على دماغي، دايما بعمل ده، انا مش بعمل ده عشان اميز، انا بعمل ده عشان دي حقيقه، انا مش شخصيتي دي، انا راجل فير، لما بتكلم بقول الحقيقه، مش هقول الحقيقه مش هتكلم خالص بس. فالناس بتشجعني في كل مكان، هل انا يبقى رد فعل حاجه وحشه ليهم؟ لا طبعا مستحيل، كل حاجه ليها وقتها، كل كلام ليه وقته، زي ما قلت قبل كده كل حاجه ليها وقتها، لازم انت تبقى عارف انت بتعيش ازاي، انت بتتكلم امتى، انت بتقول امتى، انت بتلعب في نادي كبير ما بتلعبش في نادي صغير، يعني كل حاجه محسوبه عليك، مهم جدا تبقى عارف امتى تتكلم، توقيت امتى ترد او امتى تتكلم على الناس. سيبك من حته الملعب، انت كده بتثبت للملعب للمدير الفني فقط، المدير الفني فقط، ما بتثبتش لحد تاني، لان انت بتلعب في نادي كبير، معنى كده انك نجم كبير، خلي بالك يا كريم ركز كويس في الكلام اللي بقولك عليه، انت بتلعب في نادي كبير، فمعنى كده انك نجم كبير، النجم الكبير ما بيتقيمش، ما حدش يقيمه لان هو بيلعب في نادي كبير، فاهم قصدي؟ بس لكن زي ما قلت لك الجماهير كلها على دماغي، ببارك لهم النهارده وبشكر كل واحد في ظهري او بينتقدني او 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 الكلام ده كله، والله ما بشوفش اصلا حاجه، وحتى لو شفت باخدها حاجه ايجابيه بس. لكن زي ما قلت لك اهم حاجه الفوز، عندنا ماتش كبير الماتش الجاي، فده اهم حاجه. يعني ريال مدريد ماذا تمثل هذه المواجهه لقفشه والنادي الاهلي، لان ده حلم كبير جدا، كان مواجهه رسميه من سنين كتيره جدا النادي الاهلي ما واجهش ريال مدريد، حسب الحسبه دي ازاي شايف المباراه ازاي؟ لا يعني انت بتتكلم في 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 ماتش يعني ما فيهوش النص حياة وموت، فاهم؟ انت زي ما قلت لك من شويه، انت نادي الاهلي هتلعب قدام اي حد على المكسب، كل الاحترام لريال مدريد، انا بالنسبه لي اعظم فريق في العالم ريال مدريد بالنسبه لنا،
لكن ده ملعب وده ماتش وده كوره، وانت لازم تنزل عشان كده، عشان لو نزلت عشان حاجه تانية بتفكر فيها مش هيحصل اللي انت عايزه، فانت لازم تنزل عشان المكسب. هي دي بترجع لشخصيتك، بترجع لاسمك، بترجع لشخصيه اللاعب. اسم الاهلي وشعار الاهلي زي ما هو مش هيتغير، يعني اللوجو بتاع النادي واسم الاهلي مش هيتغير، شخصيتك انت كلعيب، شخصيتك انت كفرقه، شخصيتك انت في الملعب، كل الكلام ده كله بيرجع لك انت. زي ما قلت لك اسم الاهلي وشعار الاهلي مش هيتغير، انت بالعكس اسم الاهلي وشعار الاهلي وتيشيرت الاهلي بيديك دفعه قدام اي حد. فانت لما تيجي تلعب ماتش كبير لازم تعرف قبل اي حد انت هتلعبه انك نادي الاهلي، فانت بتلعب على المكسب بس. حبيبي يا كيم الله يبارك فيك، ومبسوط اني كنت معاك حبيبي يا كيم. كل الشكر والتقدير الحقيقه لمحمد مجدي قفشه صاحب العقل والوعي الكبير جدا. تصريحات مهمه جدا الحقيقه كابتن اسلام، تدل على القيمه الكبيره جدا للعقليه لاعبي النادي الاهلي. ما بتسمع الكلام ده تعرف قلت لبس فيها ايه، تعرف لعيبه النادي الاهلي بتفكر ازاي. يا رب ان شاء الله باذن الله يوفق لعيبه النادي الاهلي، مش بعيد بالجديه الكبيره والشخصيه والروح المعتاده على لعيبه النادي الاهلي، تكون مباراه مهمه جدا. وتوفيق ربنا لو معانا، كل شيء يكون مع النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن اسلام الشاطر. الحقيقه لقاء مميز مع قفشه، اللي يمكن طلع تصريحات ايجابيه كلها، وده المطلوب في الفتره اللي جايه. دايما الروح المعنويه، دايما تصريحاتنا ايجابيه، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لقفشه الفتره اللي جايه. لان كمان قفشه زي ما كنا بنتكلم على كهربا في ظروف صعبه، مرت كمان على قفشه في ظروف صعبه، ولكن يبقى النادي الاهلي، يبقى جماهير النادي الاهلي، ويبقى كوادر النادي الاهلي، ان هو كمان قفشه على مستوى الشخصيه، على مستوى الشخصيه بيتغير بشكل ايجابي، وده مهم جدا كابتن اسلام. لانه كنت بتكلم معاك، انا شايف انه نوعيه خاصه مش موجوده يعني في فرق كتير في الدوري المصري، نوعيه من اللاعبين في كامل جاهزيته البدنيه والذهنيه بيقدم لك كوره مختلفه، بيلعب بشكل مختلف، وكلنا بنشيد بقفشه طبعا في لما بيتالق، وكمان بننتقده في طبعاً النواحي السلبيه لما بيكون مش مركز او لكن قفشه شايف ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يعني على مستوى عالي جدا، الروح المعنويه رجعت، ثقته في نفسه رجعت، وبالتالي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر. بص يا كابتن، انا قفشه كشخص بعيدا عن كره القدم بحبه، انا كاسلام يعني بحب قفشه جدا، وهيجي يوم او وقت من الاوقات قد يكون في حاجات معينه بتحصل انا ما اقدرش اتكلم فيها، وحضرتك ما تقدرش تتكلم فيها دلوقتي على الهواء، ولكن ممكن يجي يوم ونتكلم فيها. كل جمهور النادي الاهلي هيبقى عارف ان قفشه بيعمل حاجات كبيره جدا جدا عشان خاطر النادي الاهلي وحبا في النادي الاهلي. ده مش وقته ان انا اتكلم في هذا الامر، وده واجب على قفشه ان هو يعمله. هو لا يتفضل بان هو يعمل كده، ولكن ده واجب على قفشه ان هو يعمل كده. ولكن هيجي امتى الوقت المناسب؟ هيجي الوقت اكيد اللي هيبان فيه كل هذا الكلام. ولكن قفشه من نوعيه اللاعبين بره كره، الكابتن هاني قال ان هو نوعيه خاصه في كره القدم، ولكن بره كره القدم قفشه من اللعيبه المحترمه جدا 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 اللي بتحب النادي الاهلي جدا جدا جدا. والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده لانه عندي معلومات تقول هذا الكلام، فهو من اللعيبه اللي بتحب النادي الاهلي جدا زيه زي بقيه اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي. اخيرا انت عندك رقم مميز يخص قفشه. ده قفشه اصبح سادس لاعب في النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي يحصل على جائزه رجل المباراه في كاس العالم للانديه، بقى سادس لاعب في تاريخ النادي الاهلي. السته مين؟ 4 فبراير 2021 ايمن اشرف رجل مباراه الاهلي والدحيل، 11 فبراير 2021 محمد الشناوي رجل مباراه الاهلي وبالميراس، 5 فبراير 2022 رامي ربيعه رجل مباراه الاهلي ومونتيري قدامنا على الصوره اهي، 12 فبراير 2022 ياسر ابراهيم رجل مباراه الاهلي والهلال السعودي، 1 فبراير 2023 محمد شريف رجل مباراه الاهلي اوكلاند سيتي، 4 فبراير النهارده محمد مجدي قفشه سادس لاعب رجل مباراه الاهلي وسياتل سواندرز الامريكي، سادس لاعب، سادس منظور خمسه غير قفشه. هو برضو ونضيف على ده طبعا قفشه اصبح اللاعب رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي اللي يسجل اسمه في السكور شيت بتسجيله هدف في مباراه بالمونديال. وطبعا النهارده واي هدف طبعا النهارده قفشه بيسجل هدف هيخلد في تاريخ النادي الاهلي، انه الهدف اللي وصلنا لمباراه ريال مدريد في السيمي فاينل. وعايز برضو يعني اكد المعلومه اللي قالها الاستاذ ابراهيم منيسي، ان احنا النادي الاهلي خاض المباراه ال20 النهارده كابتن هاني في المونديال، ولسه تاكد النادي الاهلي بنهايه المونديال ده هيوصل للمباراه 22.
خلاص كده كده 100% هنوصل للمباراه 22 هتحضر لنا نقاط الضعف بالنسبه للقوه بالنسبه لريال مدريد يوم الثلاث ان شاء الله ليله المباراه متاكد ان شاء الله عادي يعني ليله المباراه باذن الله يا جماعه ان شاء الله طبعا بعد طبعا موافقه كابتن اسلام ان شاء الله لا حبيبي انا موافق انا عن نفسي موافق ما تجيبهاش فيا ايوه ما تجيبهاش فيا حضرتك بعد ما يدينا الابروفال ويدينا مره يا كابتن هاني يوم الثلاث باذن الله كنا هنا بنعمل الاهلي في المونديال فطالعين نتكلم عن بايرن ميونخ تقريبا بايرن ميونخ السنه اللي فاتت قبل الماتش من سنتين لا قبل اللي فات احنا قلنا كابتن اسلام في بدايه البرنامج قال في المقدمه ان البرنامج فكرته ان احنا هنتكلم عن المنافسين مش هنتكلم عن النادي الاهلي اوكي من نقاط القوه ونقاط الضعف فساعتها قلنا يا كابتن اسلام يعني لو اذا 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 لعبنا بايرن ميونخ هنطلع له نقاط ضعف الناس مسكتنا على تويتر كان مثلا طب ايه المشكله اكيد كل يوم كنا بنحلل الفرقه يعني احنا كل يوم كنا عاملين يوم مثلا السبت فرقه لحد فرقه الاثنين فرقه فكان جه يوم لبايرن ميونخ فالناس بقى ايه اتكلم مستنيه بقى ايه نقاط القوه والضعف عندهم يا جماعه نقاط قوه وضعف كل 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 فريق في العالم عنده بنتكلم لا كنا كده يا كابتن هاني منافس النادي الاهلي وطبعا بايرن على راسنا والريال مدريد على راسنا بس هم في الاخر في حاليا هو اسمه منافس النادي الاهلي صحيح نازل هو عايز يكسبني وانا عايز اكسبه هو لما مثلا انشيلوتي يتفرج على فيديو للنادي الاهلي عشان نشوف نقاط القوه والضعف يعني هتبقى ده بالنسبه له مليون في ازاي هتبص ان انت رايح يعني انت الاهلي يعني بتتكلم عن نقاط الضعف لبايرن ميونخ طبعا ما طبيعي ايه المشكله ما انت لازم تلبس الحاله يعني مش عايز اقول فالناس بقى مستنيه طب يوم الثلاثاء يا جماعه ان شاء الله بعد ما نلاقي يشجع الاهلي مش جمهور الاهلي طبعا الجمهور الاهلي متعود ان هو يسمع ريال مدريد والبايرن والحاجات دي لكن ان شاء الله يوم الثلاثاء يا جماعه النهارده مش عايزين نتكلم كتير على بايرن على ريال مدريد يوم الثلاث ان شاء الله هيعمل لنا حلقه مش هنتكلم فيها غير على نقاط الضعف اللي موجوده في الضعف والضعف بس الضعف بس حق يا كابتن ايوه حقنا طبعا وعايزين بكره طبعا عايزين بكره كلنا طبعا نتفرج على ماتش ريال مدريد ومايوركا في الدوري الساعه 3 العصر اكيد المباراه دي برضه هتبقى من ضمن نقاط الحلقه بتاعه اهتمام اهتمام مارسيل كولر بالظبط وطبعا يا جماعه حاجه والله تشرفنا ان محللين اداء نادي ريال مدريد بكره بدايه من الساعه 6 بتوقيتنا مش هيبقى شغلهم الشاغل النادي الاهلي طبيعي بس صحيح الاهلي كمان ضمن الحصول الحمد لله على 2 مليون دولار في البطوله نعم كقيمه ده طبعا حاجه بناخدهم بالدولار ها طب الحمد لله دي اهم حاجه المركز الرابع 2 مليون دولار الثالث 2.5 الوصيف 4 مليون دولار البطل 5 مليون يا دولار يا ليه لا ليه لا وبتقول 5 مليون وبتقول 5 مليون تقدر تقول انت هتلاعب ريال مدريد يا نهار ابيض طيب اخيرا توقعاتك بقى لمباراه ريال مدريد لغايه لما نتكلم عن نقاط القوه والضعف طبعا يا كابتن اسلام اهم شيء طبعا الناس تعرف ان وضع النهارده بدات الصحافه في اسبانيا بتتكلم على غيابات ريال مدريد في مباراه النادي الاهلي في المونديال والنهارده ماركا عنونت طبعا العملاق الافريقي هيكون منافس الريال تاكد خلاص ان كريم بنزيما هيلعب اصلا بكره ماتش مايوركا موجود في القائمه بقى انت عمال تقول يا كابتن هاني هيغيب هيغيب انا قلت اهم غياب طالع ماسك ركبته الراجل اهم غياب في ريال مدريد تاكد خلاص مش هيلعب ماتش بكره وخلاص بنسبه كبيره جدا تتعدى 90% مش هيلعب ماتش النادي الاهلي يوم الاربعاء ميليتاو طبعا مدافع نادي ريال مدريد وبالتالي اكيد بنسبه كبيره اللي هيكون بداله ناتشو وكل محبين برشلونه طبعا عارفين ناتشو وعارفين ناتشو دايما كل محبين الريال وحياتك ده كل محبين الريال صحيح ناتشو على فكره لاعب باك يمين الماتش اللي فات بعد وبعدين دخل ونزل ناتشو هو كمين دفاع ريال مدريد لا 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 لا, لا راجل كويس ولاعيب كويس وكل حاجه كمين يا كابتن بس قدام الاهلي لا بس بقول لك حاجه عمل مباراه عالميه في الشامبيونز ليج كان برده كان استثناء كابتن استثناء يعني كان والله يعني نفتكر له حاجه كويسه برده الراجل وتوني كروس تاكد طبعا عودته للفريق وديفيد الابا طبعا برضو الظهير الايسر النمساوي طب كامافينجا بقى هيبقى في نص الملعب كامافينجا طبعا موجود كل دول موجودين هو طبعا بس احنا بنتكلم ان الدفاع خط الدفاع هو كان اكثر خط بيقلق انشيلوتي وحتى انشيلوتي اتكلم في معظم كلامه الفني في المؤتمر الصحفي اللي قبل ماتش مايوركا على خط الدفاع لان الغيابات في دفاع ريال مدريد كتير طب ما ممكن يعمل يلعب قلبه مثلا سيرد باك ما وارد ممكن ده بس احنا خلينا بقى يا كابتن اسلام يا كابتن هاني ناجل كل ده ماشي التوليفه دي كده خلاص مش عايز اليوم الثالث ان شاء الله باذن الله ماشي انا عايز اوجه رساله لعيبه النادي الاهلي ان هم يشيلوا الضغوط من عليهم انت بتلعب للنادي الاهلي اوعى تخاف العب لاسمك ولناديك ولتاريخك ولبلدك لاسرتك ده بيبقى ماتش للتاريخ ماتش يعني مش هيتكرر تاني
ماتش اهم حاجه تشيل الضغوط، ما تخافش من النتيجه، سواء انت يعني انت بتلعب كده يعني ان شاء بس الله. بس ده ممكن يتكرر تاني برضو عادي، النادي الاهلي ممكن ممكن بس انت اهم حاجه انت بتلعب لاسمك، بتلعب لناديك. الماتش ده مهم ان انت تشيل الضغوط من عليه، مش عايز يبقى فيه تنشن. النهارده كان في سنه تنشن في بدايه المباراه، مباراه بايرن ميونخ برضو في الشوط الاول لما لعبناهم كان في سنه شد عصبي. مهم جدا ان انت تشيل الضغوط من عليك، تلعب للتاريخ. المباراه دي اللي حققته المغرب في كاس العالم يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحققه في كاس العالم للانديه باذن الله. يا رب ان شاء الله، ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه امام ريال مدريد يوم الثلاث. ما تنسوش عندنا حلقه بكره وعندنا حلقه الاثنين، لكن يوم الثلاث هيرجع لنا بقى كريم واحمد مره ثانيه ونتكلم يا كابتن هاني عن نقاط القوه والضعف اللي موجوده في ان شاء الله حلقه ريال مدريد، هتكون كمان حلقه للتاريخ لكريم ان شاء الله، يعني حلقه للتاريخ ان شاء الله. ان شاء الله. يعني طبعا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا يا كريم، انا بشكرك جدا يا احمد على وجودكم معانا. انا طبعا شكرا هاني، شكرا كابتن اسلام، ودايما كده في سعاده وفرحه، ودايما النادي الاهلي مفرحنا دايما، وكلنا ثقه باذن الله النادي الاهلي يوم الاربعاء هيقدم ما يليق باسم النادي الاهلي والكره العربيه والمصريه والافريقيه. كانت ليله سعيده، خلاص زينا زي اللعيبه قفلنا، هنبدا ان شاء الله استعدادنا حتى هنا في الأهلي المونديال لمباراة ريال مدريد إن شاء الله. إن شاء الله بكرة تكون بداية استعداداتنا للقاء ريال مدريد زي ما النجم الكبير كابتن هاني رمزي قال، لكن في النهاية تظل هذه المباراة واحدة من المباريات التاريخية، بطل القرن في إفريقيا يلاقي بطل القرن في أوروبا، إن شاء الله ده هيكون يوم الأربعاء القادم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكل التوفيق للنادي الأهلي في الأيام القادمة لملاقات بطل القرن في أوروبا. أنا بشكركم، إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على خير وحلقة جديدة من الأهلي في المونديال.